عارف نفسك، لا تعرف نفسك اكتر. ماشي، بنعمل شير للقصة دي من هنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعمل لايف ريكوردنج من عندك يا دكتور؟ اعمل اسمه ده ريكوردنج في اللوكال عندك في الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 6 يناير 2021. كل سنة وأنتم طيبين، ونحن طبعا في بداية سنة، ودي السنة دخلنا في السنة الـ12 لتأسيس مجموعة الباحثين السودانيين. والحمد لله يعني متواصلة الجهود، الدكاترة الزملاء الزميلات بيقدموا في حاجات رائعة جدا جدا للطلاب وللباحثين الينجر، وإن شاء الله يعني ربنا يوفق بلدنا ويكون مستقبلها أفضل من ماضيها. اليوم ان شاء الله معانا الدكتور معاوية الفكيح الضو، وهو استاذ زائر في جامعة ولاية. متخصص الذكاء الاصطناعي. عن عنوان المنظور العالمي بيرسبكتيف. دكتور معاوية اتخرج من البكالوريوس والماجستير في الكمبيوتر ساينس من جامعة الخرطوم، مدرسة الخرطوم الرياضية، وحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة بوترا في ماليزيا، وعنده اكسبيرينس 25 سنة في العمل في الأكاديمية وفي الريسيرش وفي الاندستري، يعني عنده خبرة ثرية جدا جدا. دكتور معاوية بيعرفنا بنفسه أكثر لما يبدأ إن شاء الله البداية بتاعته، ونسمع منه. يعني كلنا صراحة تواقين جدا لنسمع عن الذكاء الاصطناعي، هو ترند حاليا في المنطقة وفي العالم. يعني دكتور معاوية مرحب بك، كل سنة وأنت طيب، تفضل. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، وإن شاء الله تكون حاضرة اليوم. حشارك بالشيرينج للعرض، وحنبدأ العرض إن شاء الله. إن شاء الله يكون العرض واضح واضح تماما يا دكتور، تفضل. والصوت واضح إن شاء الله. الصوت واضح، ساوند اند كلين. احتمال كل الموجودين ما عندهم ال اي من ال الخبرة في مجال الذكاء الصناعي، لكن العرض نفسه ما بيفترض ذلك. أنا بحاول في العرض يكون عام، وأيضا مفيد للمخصصين، خصوصا في مجال علوم الحاسب والذكاء الصناعي، وأيضا في مجال الطب. بالنسبة لي، زي ما تفضلت في المقدمة، لدي خبرة كبيرة في مجال تدريس علوم الحاسب، وأيضا في بحوث في مجال الذكاء الاصطناعي. في الفترة الأخيرة كان عندي اهتمام أيضا في دور الذكاء الصناعي في مكافحة الكورونا، والآن بصدد إصدار ورقة علمية في هذا المجال، ريفيو بيبرز في مجال الديتكتين والدايكنوزيس، وده اللي كان شجعني انه اقترح هذه المحاضرة. اليوم حيكون عندنا هذه الجوانب اللي حنعرضها في المحاضرة. أتمنى إنه كل الحاضرين يكونوا بيعرفوا العربي، أنا ما أعرف، يعني هستمر بإنجليزي وعربي، لكن ايوه أي ف طبعا لأن الماتيريال كلها موجودة بالإنجليزي، فصعب جدا تجهز محاضرة بالعربي، لكن المحاضرة كلها هتكون بالإنجليزي، لكن هيكون في جزء بالإنجليزي وجزء بالعربي. هنتكلم عن about facts about COVID-19، نظرة بسيطة لل artificial intelligence، ما هو دور ال artificial intelligence في fighting against COVID-19 as general. And أنا اخترت تقريبا 6 مجالات، وهذه ليست الست مجالات التي ساهم فيها المجال الذكاء الصناعي في COVID-19: ال early warning, tracing the spread of the virus, predicting the spread of the virus, detecting and diagnosing the virus, remotely screening, using the chatbots,
drug vaccine development. وفي النهاية شملت برضو ريفيو هل في جهود في الباحثين من السودان، فوجدت يعني ضعف كبير جدا في مجال ده، فلذلك اقترحت بعض المجالات لدور السودان أو السودانيين في هذا المجال. أول شيء بيتبادر لذهننا الكوفيد 19 نفسه، وطبعا هذه المعلومات موجودة ومتاحة الآن في كل الأوراق العلمية اللي طلعت عليها في الريفيو طوالي بتقدم كلام عن الكوفيد 19. هنا في سايت أنا أخذت منه هذه المعلومة، newly identified coronavirus and هذه المعلومات طبعا متاحة وكل الناس عارفين. استمر من موهان تشاينا في ديسمبر 19 وهو خطير، والآن في مرحلة ثالثة فيه، وكلنا عارفين هذه المعلومات وهذه الحقائق عن الكوفيد 19. هذه مقدمة بسيطة للـ AI. إذا وهذا للناس اللي يمكن ما عندهم فكرة عن الـ AI. الآن العالم كله في ترينز عالمي في استخدام الـ AI في مجالات كثيرة جدا، ودخل مجال الاندستري، مجالات هيلث كير، الميديسينز. تعريفتي الـ AI أنا أخذت تعريف من المصدر الرئيسي الأول اللي هو جون ماكنزي، ده اللي وضع التيرم نفسه بتاع الـ AI Artificial Intelligence، هو الـ Science and Engineering of Making Intelligent Machines Especially Intelligent Computer Programs. في بعض العلماء آخرين طوروا هذا المنحة وربطوه مع حاجة اسمها الـ Intelligent Agents، وربطوه ايضا مع تطورات اخرى كثيره جدا الى ان ظهر مجال جديد اسمه ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج هو مجال قديم لكن ظهر جديد في التطبيقات، ولذلك تم استخدام الارتفيشال انتليجنس از واي ميكينج كمبيوتر روبوت سوفت وير سينك انتليجنتلي سيميلر مانر تو ذا انتليجنت هيومن سينك. كلمه انتليجنت لنفسها اتكلم عنها العلماء كثير جدا وحاولوا يبرروا كيف هذه الأجهزة ممكن تكون ذكية، وفي اختلافات كثيرة بين العلماء، لكن في النهاية الذكاء الصناعي هو فرصة لتطوير هذه النظم وتطوير الديفايسز واستخداماتها في كثير من الاستخدامات. في مجالات كثيرة جدا في الذكاء الصناعي نفسه، tools and methods example expert system this is traditional way machine learning زي ما ذكرتها، artificial neural networks this is based on mutation of biological neural networks. وفي مجال ريسنتلي ظهر جديد اسمه deep learning، وده يمكن المجال اللي اشتغلوا عليه العلماء الان في مجال الكوفيد 19 وخصوصا في diagnosis وفي البريدكشن. هنشوف later لقدام ما هي المودلز اللي طبقت في deep learnings. زي لو تشوفوا في كل سلايد هيدين عندي ريفرنس هنا، لانه هذه هي الأمانة العلمية، فكثير من المعلومات اللي انا استخدمتها في هذا العرض هي موجودة في بحوث سابقة. طيب اذا نحن بدينا نتكلم عن الذكاء الصناعي ودوره في الكوفيد 19، انا ذهلت نفسي عندما بديت اهتم بهذا المجال ذهلت، ويمكن انا نفسي ندمت على انه ما اشتركت بشكل مباشر مع باحثين في السودان او باحثين في مناطق اخرى في تطوير نظم او تطوير مقترحات جديده او مناهج جديده ابروش جديده في استخدام الكوفيد 19، لانه ذهلت انه وجدت لما بديت اجهز ورقتي في الريفيو وجدت قدامي ناس كثيرين جدا عملوا هذا المجال في اكثر من 20 ريفيو بيبرز بيتكلم عن الـ AI وكيف انه هو بيفايت الاجنس كوفيد 19 وبيبين الارياز اللي استخدموا فيها وبيبين بحوث كثيره جدا. يمكن اكثر من 100 ويب سايت بيطرحوا امثله ولا اخبار عن بحوث ذكرت في مكانات محدده في USA ولا في اوروبا ولا في الصين وغير.
ويعني انا بس يعني يمكن من السيرش ريفيوز اللي انا بحثتها ومن السايت اللي جت يمكن اوفر 500 ريسيرش ارتكلز proposing approaches of AI on fighting against COVID-19 in several areas. وهذه البحوث يعني كانوا باحثين في مجالات متعددة, ليست مجالات الكمبيوتر ساينس, في مجالات الكمبيوتر ساينس مع الانجينيرينج مع الطب مع الفارماكولوجي مع مع الصيدلة وغيرها من المجالات. أنا شملت هنا 6 areas, لكن هذه ليست هي الأريز الكلية اللي ساهم فيها مجال الذكاء الصناعي. Early warning and alert of COVID-19, في tracking and tracing spread of the virus, predicting forecasting the spread of the COVID-19, detecting and diagnosing the virus, دي المجال اللي أنا اهتمت به, remotely screening the COVID-19 with chatbots, drug and vaccine development of COVID-19. 19. أول مجال هعرض لكم هو بدأ مبكر جدا في المجال ده, ومن شركات قديمة يعني كان عندها دور كبير قبل كده في مجالات الاستخدامات في مجال الطب. وشركتين هم, واحدة اسمها بلودوت دي كانت كندية, واحدة أمريكية ميتا بيوتا. بدأوا في بداية وهذا في بداية يعني من بداية مبكرة من شهر 12 السنة قبل الماضية, وبدوا في مجالات obtaining early earning sign for an outbreak of the day could really help toward showing the spread of the virus. ودي الشركتين شغلهم كان يعني بسيط جدا لكن أثر كبير. يعني هو استخدموا المشين ليرنينج والناتشورال لانجويج بروسيسنج تكنيك تو فلتر فوكس ذا ريسك ستريت اوف ذا فايروس. في الكندية استخدموا ايضا دي في فروم ذا لوكال نيوز ريبورت اوف ذا في اوف ذا فيرست فيو سبكتد كيسز, استخدموا هذه الايرلاين ايرلاين تيكت انفورميشن استخدموها وحللوها. وي ار ايبل تو يوز ذير تولز تو بريدكت ديفينيت اوت بريك carrying within the near cities. ودي كانت مهمة طبعا عشان يقدر يعرفوا كيف انه حيتطور وحيمتد. كانت مهمة جدا. الشركتين دي يعني استخدموا طرق بسيطة جدا في المشين ليرنينج الجوريزمز والبيج داتا, واستخدموا التكنولوجي and fry data to predict that there will be COVID outbreak in other countries like Japan وهكذا. في طبعا ده مجال ابتدائي, لكن في مجالات اخرى ظهر فيها الذكاء الصناعي وكانت مهمة جدا. وللأسف يعني لما أنا عملت سيرفي ما أعرف السودان ما استخدموا هذه المجال, المجال كان بسيط جدا كان يستخدموه. وهذه هي المجال التريسينج ذا سبريد اوف ذا كوفيد 19 يوزينج ذا سمارت فون. طبعا الناس كلها تستخدم السمارت فونز, وكان مجال بسيط لكن يعني في بعض الدول العربية زي قطر كانت ساهمت وعملت ديفايس وعملت استخدمت هذه المجالات. و في حاجه اسمها الكونتاكت تريسينج ابلكيشن, ذس وي ار ابلايد اول اوفر ذا وورلد فور ذا ذس بابلز فور ديفرنت ميثود اوف اي اي. بيستخدموا ديجيتال فوت برينت داتا بروفايدد باي ذا ابلكيشن الونج ويز ماشين ليرنينج تكنولوجي كود الاو يوزر تو ايدنتيفاي انفكتد بيشنت اند انفورس سوشيال ديستانس ميجرز. ذات مينز زي ما شايفين في الموديل هنا بس يجيب ال يعني هنا اي شخصين بيتلاقوا مثلا اذا هم بيستخدموا التطبيق اذا واحد فيهم become infected طوال بيبقى في طريقتين decentralized or centralized, ودي بتصل في بيانات وفي database وفي طرق معينه لتدليق الكونتاكت ومتابعة الكونتاكس وهكذا. بيكون في warning وفي alerting, وزي دي يمكن كان يمكن في السودان ما كانت موجودة. أنا اقترحت هذا المجال, احتمال في بعض الحضور يكونوا عندهم فكرة عن إنه هذه التطبيقات تمت أو استخدمت في السودان بأي شكل. لكن إذا 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 بحثنا عن ما هي الأمثلة, ودي أمثلة فقط,
والعالم في العالم كثير من الدول والمنظمات الحكومية قامت بتطوير نظم زي دي أو أبليكيشنز بتستخدم البلوتوث بتستخدم الجي بي اس. كمثال مثلا قطر, في قطر بحرين فيها قطر يستخدموا واحد اسمه هيترز تراك ذا كلوز كونتاكت اوف ذا يوزرز نوتيفاي يوزر اف كابتشر يوزر ار انفكتد. بيستخدموا بلوتوث والجي بي اس. ايضا عندهم رقعة علمية, عندهم في الانترنت عندهم مصادر ممكن واحد يرجع عليها. الدولة زي غانا ايضا استخدمت هذا المجال. الدولة زي البحرين, انا بتكلم عن دول في مستوى الدول العربية والدول السودانية, ليه ما اتكلم عن 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 عن, 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 عن الصين او عن يو اس اي ولا عن كندا ولا عن اوروبا. طبعا الهنود معروفين في المجالات دي وهم برضو اخترحوا مجال اخترحوا ابليكيشن زي دي. في كل هذه الأمثلة زي ما أنا اخترحت قبل في أوراق علمية, في ويب سايتس, في أرتيكلز بتشرح هذه الأجيال, وفي أيضا بروشور بس تشرح الناس كيف يستخدموا الأبليكيشنز في كل الدول اللي أنا طرحتها هنا. في مجال تاني أيضا كان مهم جدا يعني في مجالات استخدامات الذكاء الصناعي, وفي باحثين طبعا في مجال الإحصاء مجال الرياضيات استخدموا موديلز في البريدكتين في البريدكتين للظاهرة. نحن في السودان كان عندنا جروب اسمه منصة البيانات, أيضا في باحثين كثير جدا منهم دكتور شريف قدموا اقتراحات أو قدموا انيشيتيف خصوصا استخدام الـ SIR models. لكن أيضا في forecasting recently with COVID-19 pandemics using machine learning approach for forecasting the spread of COVID-19 is getting a lot of attention among the research communities. يمكن للناس اللي ما متخصصين المشين ليرنينج هو مجال في الذكاء الصناعي بيهتم باستخدام البيانات ووضع نماذج للتعلم عليها, تدريب البيانات للتعلم عليها في تطبيقات معينة, ثم استخدام هذه النماذج في التعرف على 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 حالات غير معروفة, واستخدموه في مجالات كثيرة جدا زي مجال التعرف على الصور, التعرف على البصمة, ومجالات كثيرة جدا بيومتريكس. ولذلك ثم استخدامه أيضا في مجال البديكتين للكوفيد 19. هنا أنا عرضت جد واحد من الجس موديلز هي استخدامه في الكلاود في البيبر دي في الظهر في هذا البحث, وده الموديل هنا عن الكلاود انتربرايز بيستخدم كوفيد 19 داتابيز كيول اي اي اناليتكس وبريدكشن انجنز اند يوزرز, وهم اخترعوا هذا النظام. دي واحد فقط من البحوث اللي قامت بهذا المجال. لكن ايضا انا هنا ذكرت او عرضت بعض المجالات اللي استخدمت فيها هذه, وهذه بحوث يعني امثله فقط. باحثين كثيرين جدا قاموا بكثير من ال initiatives or new approaches using AI methods to tackle the AI with for the focus on of the predicting. في مجال الـ air, مثلا مثال هنا في مجال الـ air tracking prevention, واحد قدم الـ artificial neural networks والـ key means algorithm. الـ key means algorithm هنا بيستخدموه في الـ clustering. يستخدم الـ using this and software predict to the spread. And في مجال ال forecasting مثال مثلا ايضا واحد يستخدم ال recurrent neural networks. طبعا غير المخصصين يمكن هذه الكلمات ما يكون عارفينها, لكن recurrent neural networks هو ايضا مجال مختلف من او مجال يعني متعمق في مجال ال artificial neural networks.
ويستخدموا ايضا طرق ايضا هذه الطريقه اللي استخدموها. وهذه كل هذه المجالات هي الامس اللي انا وضحتها. في كل واحد بيستخدم موديل مختلف من مجالات الذكاء الصناعي، مجالات من الطرق المعروفة، وبيقوم بخصائص هنا زي واحد مثلا ايضا قاعد بريدكت اوف 10 داي فوركاست ذا نمبر اوف ذا كيز ان تشاينا، يحاول يعملوا هذا البريدكشن باستخدام ايضا وخصائص معينه من الارتفيشال نيورال نتوركس وهكذا. واحدين ايضا استخدموها عملوا تايم سيريز فوركاستنج. وكل هذه البحوث ذكرت زي ما انا وضحت هنا في هذا المرجع، هم عملوا ريفيو وفيه توضيح لكثير من المجالات اللي طبقت. يمكن المحاضره ما حد اسمح لي انه اتكلم عن كل واحد من المجالات هذه بشكل تفصيلي، ولكن اي شخص ممكن يرجع للمصدر الرئيسي ويشوف ما هي التفاصيل الاساسيه في كل واحد من المحاولات دي. مجال اخر كان مهم ايضا، الناس قد صدموا فوق الذكاء الصناعي، ودي يمكن المجال اللي انا اهتمت بيه ويمكن لي اهتمام بيه انه ممكن استخدم فيه الذكاء الصناعي، وهذا المجال اللي انا حاولت اقوم بمساهمه فيه بريفيو ايضا وكتابه بيبرز تنشر قريب، مجال ديتكتنج اند دياجنوزيس فيروس. الريسيرشر في عموما في المجال الاي اي هاف امبروفد ميديكال دياجنوستيك ان فيريتي ويز انكلودينج بريدكتنج فيروس ستراكشرز ريدنج اكس ار اي اند سي تي كومبيوتر توموغرافي اند سكان داتا اند بريدكتنج بروتين ستراكشرز. ايضا هم غير الاكس راي والاكس سي تي، في ريسيرشرز حاولوا يستخدموا الكومباوند وال اكوستيك ابروتش انه يعملوا ديتكتين ودياجنوزيس للمريض بتاع الكوفيد 19. طبعا البيانات اللي بياخذوها بياخذوا بيانات ناس عندهم نورمال اور كوفيد 19 او عندهم امراض اخرى، يعني عندهم اعراض اعراض شبيهه باعراض الكوفيد 19 لكن امراض اخرى اللي هي دي يعني. فهو حاولوا انه يقدموا هذه الموديل عشان يميزوا بين هذه الاعراض. هذا استخدموا هذه الطرق عشان يساعدوا الاطباء في انه يعني يكون في ايرلي ديتكشن للكوفيد 19. في اخرين ايضا استخدموا تكست بروسيسنج داتا اناليتكس ثرو سم تولز ميثود اوف ارتفيشال انتليجنس. هنا في موديل اقترحوا او هو قدموا هذه الورقه قدمته هم. هذا الموديل جنرال موديل وليس موديل محدد، لانه هذا بيوصف كميه البحوث او كميه المحاولات اللي ظهرت في هذا المجال، واختلاف المحاولات بيناتها اختلاف بين التايبس، يا اما هم كانوا مركزين على الاكس راي او مركزين على السي تي سكانز او مركزين على الاكوستيك او مركزين على الساوند او مركزين على التكست ما ظهرت هنا. لكن للمجموعه اللي عندها فكره عن الديب ليرنينجز، الديب ليرنينج نفسه فيه كثير من المودلز المختلفه زي الكونفنشنال نيورال نتوركس والجنراتيف والاوتو انكودر ايضا ترانسفير ليرنينج جينيتيك وان ايضا الكونفنشنال نتوركس الاصلي هو ذاته ممكن يكون فيه بري تريند في علماء وضعوا مودلز، وهذه الموديل هي ناس بيستخدموها، اخرين ظهرت في اوراق علميه، ناس بيستخدموها في تطبيقات اخرى او يربط بين الجينيريك او يعمل 3D conventional networks او ensemble يعني يستخدم اكثر من واحد ويقدمون في كلهم. هم بكون في features لازم ياخذوها من هذه الاكس راي والسيتي سكانز والاكوستيك، وبعدين يبدا يقدم واحده classification يا اما يكون normal or covid 19. في الاصاله الثانيه
هذا هو يعني انا هنا في هذه المحاضره قدمت جزء من الشيء اللي انا قدمته. يعني في الورقه العلميه اللي انا يمكن قمت بها عملت ريفيو، وهذه امثله فقط من الريفيو اللي عملتها في المجال ده، وحاولت اختار بعض البحوث اللي عملتها ريفيو في الورقه العلميه اللي هتصدر قريب، اللي هي في الاكس راي ايمج، في السيتي سكانز، في الكوفاوند، في التكست داتا، وحاولت اجيب كامثله مجالات لبحوث قريبه لنا زي ايجيبت في مصر. اساتذه مصريين قاموا بهذه المحاوله، استخدموا 3 ترانسفير ديب ليرنينج موديلز، واخذوا بيانات من بابليك سورس 370 ايمج، وكان وصلوا لاكيرسي جيده جدا. يعني في جماعه في الامارات ايضا يتجهوا لانه ياخذوا الكوف ساوند، وايضا باحثين واستخدموا ريكيرنت نيورال نتوركس والليست شورت تير موديل ذا في 6 فيتشرز، استخدموا هذه المجالات، وكان اخذوا 240 سامبلز، وايضا توصلوا لبحوث جيده وكوف 97%. ايضا في الاردن في جماعه اهتموا بانه يعملوا تطبيق استخدموا فيه التكست، و استخدموا ماشين ليرنينج، استخدموا السبورت فيكتور ماشين، استخدموا اللوجيستيك ريجريشن، واستخدموا المالتيبل ليرنينج موديلز، عملوا سيرفي، اخذوا 30 اتريبيوتس. 30 اتريبيوت دي اللي هي ممكن تكون الايج، الزمن اللي اخذ فيه، بعض العناصر من الحالات او من السيمبتوم او الساينس، واخذوها واخذوا 150 سبجكت، اخذوا منهم بيانات وعملوا المودلز، ووصلوا فيه ل 91 91.6 اكوريسي. في الهند ايضا قاموا باستخدام في بيانات طبعا كانت موجوده في الجيت هاب. يمكن الناس اللي بيعرفوا جيت هاب هذا هو منصه كبيره جدا لعلماء ولبروفيشنال بيعرضوا فيه اعمالهم، بيعرضوا فيه الكود بتاعتهم بتاعت البرمجه، بيعرضوا فيه اعمالهم، بيعرضوا فيه بحوثهم. انا برضو عندي فيه اكاونت، وكان عرضت قبل كده فيه اعمال من الاعمال اللي انا عملتها لما كان عملت سيرتيفيكيت في الداتا ساينس. كان طلب منا الاستاذ لازم نعرض اعمالنا في هذا الجيت هاب. ففي ايضا باحثين وضعوا بيانات متاحه، يعني متاحه باحث ممكن ياخذها ويستخدمها في 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 بحوثه. الكاجل ايضا هذه هي ويب سايت فيه منافسات في مجال الداتا ساينس. ايضا في باحثين وضعوا هذه البيانات، طبعا في بيانات كثيره جدا في بيانات الكوفيد 19. اصبحوا العلماء يستخدموا هذه البيانات، وفي علماء طبعا تعتمد على الدوله وتعتمد على الفرص بتاعه ومساعده الحكومات. في حكومات زي في الصين وزي في يو كي حاولوا يساعدوا الباحثين ببحوث، فكانوا جاوا بيانات حيه من 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 المستشفيات زي هنا في هنري فورد دي دي هوسبيتالز، عملوا هذا المجال في يو اس اي، وهم استخدموا ارضا كوفيد 19 سموه كوفيد 19 نت، استخدموا ديب ليرنينج، وصلوا فيه ل 94% في الاي او سي، واستخدموا لانه طبعا كان في تشوفوا البحوث اللي كان فيها دعم من الحكومه او دعم من جهات معينه بياخذوا يعني بيانات اكثر 10,000 ايمج، اخذوها وقاموا بهذا المحاوله. زي ما بتشوفوا هنا المجالات اللي استخدمت اول ميثود تتراوح ما بين بري تريند لايك ريزنت 550 وريزنت 100 وغيره، او جنرال داتا ديب ليرنينج موديل، او سبورت فيكتور ماشينز. وذ سبورت فيكتور ماشين از وان موديل اوف داتا اوف ماشين ليرنينج، استخدموه مع الديب ليرنينج مع بري تريننج مودلز، او في بعض منهم استخدموا الثري دايمنشنز زي اليونت. هي يونت داز وان اوف ذا اوف ذا 3 دايمنشن موديل اوف ديب ليرنينج، استخدموه مع السي اوردينري كونفشنال نيورال نتوركس، وهكذا. في واحد يستخدموا لينير ماشين ليرنينج مودلز، وهكذا. فالشاهد شاهدين العلماء في العالم كله
باحثين بيحاولوا يقترحوا طريقه مختلفه، طريقه مختلفه او طرق مختلفه من الذكاء الصناعي، بيانات مختلفه، بيحاولوا يقترحوا بروش معين عشان يصلوا لانه يضعوا موديل في الدياجنوستيك للكوفيد 19. في مجال ثاني كان ايضا مهم جدا، المجال ده كان مهم جدا وكثير من العلماء استخدموه، وايضا في دول اتبنته وعملت فيه طرق او ديفايس او استخدموا هذا المجال. ريموتلي سكريننج ذا كوفيد 19 ويز تشات بوت. واي؟ بيكوز الناس قاعده في البيوت، معظم الناس قاعده في البيوت، ما يحبش المستشفيات او ما يحبش يقابلوا ميديكال دكتورز او ناس براكتيشنر في الميديسين عشان ينصحونه وكده، فلازم يستخدموا ايضا طرق متاحه الان زي التشات بوت او نسميه فيرتشوال اسيستنت. وهذه كلها بتستخدم تقنيات ايضا جزء من الذكاء الصناعي او بعلاقه بين الذكاء الصناعي زي الناتشرال لانجويج بروسيسنج. الناتشرال لانجويج بروسيسنج هو مجال يختلف عن الذكاء الصناعي لكن هو ايضا مربوط بالذكاء الصناعي، وفيه كثير من الطرق هي ايضا اصبح مجال متقاطع مع الذكاء الصناعي. فالتشات بوت ار يوجوالي كونسيدرد از ون اوف ذا بيست suited to screen patient remotely without interaction with advantage of here quickly updating information repeatedly encouraging new behavior such as washing hand assisting and even psychological support. الناس بيقعدوا في البيوت لازم يكون عندهم psychological support عشان يقدر يدعموهم وهم في البيت. Natural person and can make this approach more reliable by improving the chatbot during the training procedures. وفي wide variety of chatbot with different language have been implemented to help patient. الموديل بتاع الشاتبوت هو بسيط يعني، لكن بسيط بمعرفة المخصصين فيه، لكن معقد للناس اللي حيد يستخدموه كمهندسين أو باحثين أو علماء أو مهنيين يحاولوا يطبقوه. فهو كثير منا الان لما يمشي يدخل في سايت بيجيه شخص او يجيه بيت كده قاعده وتقول له داير شنو ده يعني وتساعده، ده اسمه الشات بوت هو نفسه. فده وفي الفيرتشوال اسيستنت، فغايم على الناتشرال لانجويج بروسيسنج لايرز، هذا بيتعرف على يقرا العبارات ويقدر يفسرها، ايضا يقدر يرد عليك، لازم يكون في نولج بيز هو سورس كونتنت فيه العبارات المطلوبه وهو قارنها ولازم يعمل ماتشين ليها ويرد عليك بالافضل. فيه داتا ستورج، الداتا ستورج دي مهمه لانه اللي طبعا في بيانات كثيره جدا الان الناس بيسالوا اسئله والاسئله دي بتتخزن واجابات بتتجاوب، هذه كلها بتتخزن وبتبدا تتحلل ويتم تحليلها ويبدا استخدامها عشان يكون في ردود افضل في المستقبل. وهذه ما بتستخدم ما ممكن تتعامل فيها الا باستخدام المشين ليرنينج اولسو ابروتش. اذا مشينا قدام حنجي نلقى انه هنا في بعض النماذج اللي قامت بهذه في مجالات طبعا بحثيه ما تم تطبيقها وما تم استخدامها ما حصل لها ديبلويمنت، لكن في مجالات حصل لها في 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 الهندي كان في جماعه اقترحوا واحد لكن كان هو جاست فور اكاديميك ريسيرش، ايضا في 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 مناطق اخر زي في تونس، لكن في اليابان سموه بيبوت. ده استخدموه على نطاق واسع جدا، ابديت انفورميشن وعمل سيمتوم تشيكرز وهكذا في امريكا، حتى في اسرائيل، معلش احنا نذكر اسرائيل لكن هذا مثال. إسرائيل فيها كثير من البحوث، أنا لقيت إسرائيل فيها كثير من الباحثين عملوا أشياء كثيرة جدا، فليه نحن ما نساهم أيضا. أيضا عملوا وفي أستراليا في فرنسا، هذه جز أمثلة استخدموا الشات بوتس واستخدموها وكانت ناجحة جدا لأنه استطاعت إنه يحصل إنتراكشن مع البيشنتس مع الكونتات اللي يعني مثلا دي ممكن تستخدمها وتكون ايضا هي مفيده مع كان قلنا قبل بتاع التريسنج ابلكيشنز و استخدموها في كثير من الدول. هذا واحد من المجالات ايضا اللي الناس استخدموه في مجال مكافحه الكوفيد 19 يوزنج الاي اي ابروتشز.
طبعا في مجال تاني، وطبعا انا متخصص في المجال ده وما حقدر افتي فيه كثير، لكن انا ممكن افتي فيه جزء معين اللي هو بيهمني انا، لان انا ممكن متخصص في الذكاء الصناعي، لكن هذا الجزء مربوط ايضا ب بكبير كثير من الديبث وكثير من العمق في مجالات الطب، في الفاكسين ديفلوبمنت وفي الدراج ريبوزنج اللي هو يعني اعاده توظيف الدراجز. طبعا ده مجال بهم جدا الدول العربيه، وانا اخر بحث يمكن طلعت عليه او عرفته كان ما ذكرته هنا، لكن هو كان في قطر، في قطر في جامعه اعتقد الجامعه بتاعت حمد، عملوا حاولوا يعملوا هذا المجال علماء من الكمبيوتر ساينس، علماء ايضا من الطب، حاولوا انه يستخدموا هذه النافذه على توظيف الادويه. وهذا طبعا مجال مهم جدا ايضا في السودان، وخصوصا في الدول الناميه، لانه ما عندها الفرصه انها تساهم في مجال الفاكسين كمجال. احتمال يكون فيه محاولات، لكن طبعا هذه تتطلب قروش كثير جدا بيقوموا عليها مجالات في يو كي، في استراليا، في يو اس اي. ف يعني in the case of COVID-19, number of research lab and data center have already indicated that they are recruiting AI force to search for treatments for an vaccine against COVID-19. في كل المحاولات دي هم كانوا مؤمنين AI can accelerate both the process of discovering new drugs as well as for repurposing existing drugs. For example يعني جوجل دي مايند دي معروفه، الناس عارفينها كلها، يمكن الناس القريبين من السمعبيه بتاع الجيم بلاينج ده، استخدموه ايضا في بريديكت ذا ستراكشر اوف ذا بروتينز. العمليه هنا ظهرت ايضا في البحث ده، هو ايضا هذا بحث في ريفيو، باحث ايضا قام او باحثين قاموا بريفيو ارتفيشال انتليجنس فور كوفيد 19 دراج ديسكفري اند فاكسين ديفلوبمنت، وقدموا ايضا موديل زي موديل جبيل تكلمنا عنه في الدياجنوستيك ان ديتكتنج. الموديل ده مبني ايضا على ممكن معقد جدا، اللي هو على سيلز وعلى استخدام الاكزامبل تارجت في مين، وفي داتابيز، فيها زينج داتابيز، فيها هذه also corona database AI، استخدموا الداتابيز في ايضا في الابروفد دراكس، وهم استخدموا ايضا موديل في الديب ليرنينج، ديب ليرنينج موديل عشان يتعلم تعمل عمليه تعلم عشان يقدر يوصل ل الافضل لموافقه الكوفيد 19 ستراكشر عشان يقدروا يناسبوه، وفي النهايه بيصلوا لطريقين، يا اما الفاكسين اور دراج بروبوزنج، اللي هو زي ما هنشوف بعد شويه انه في علماء في مجالات كثير جدا قدموا وهذه شوف هذه البحوث، هذه امس لفات وليست كل البحوث اللي او المحاولات اللي قاموا فيها العلماء في العالم. يعني في مجالين هنا او يعني too many areas here, vaccine development or drug repurposing. في بعض العلماء يعني مثال هنا استخدموا المشين ليرنينج الجوريزم لوجيستيك ريجريشن سبورت فيكتور ماشينز، استخدموا يوزين تول كولد vaccine to implement reverse vaccinology. ومثال اخر مثلا استخدموا السبورت فيكتور ماشينز اولسو ريفيو ديزاين فور كوفيد 19 فاكسين، اند في مجال اخر استخدموا الديب نيورال نت ديتا ذا ون اوف ذا موديل اوف ديب ليرنينج، استخدموه ايضا بريدكتيف اناليسيس فور اوف بروتين سيكونس ان ديسكفر انتي بوديز او ان بيشنت. في مجال الدراج ريبربوزينج يعني كمثال يعني امثله كثيره جدا، يعني استخدموا النيو نتورك نيف نايفايز بيز ذا نايفيز ده طبعا ده مجال بسيط جدا في مجال الاحصاء بريدكتينج ذا دراج انتراكشن بتوين بروتين اند كومباوند،
واحدين استخدموا ديب نيورال نتوركس كرييتنج سمول فور انتراكشن اند تارجتنج سيليسيل برو. يمكن في بعض الترمجي حتى انا نفسي مخصص, انا متخصص في المجال ده, لكن المجال ده اكيد فيه علماء من مجال الكمبيوتر ساينس, مجال الذكاء الصناعي, وعلماء ايضا من مجال الفارماكولوجي او في مجال الميديسين. طبعا في مجال اخير سوري انا يمكن ده اخر مجال اخر حاجه نحن انا كنت اتمنى انه اقدم برضو مجال اخر هو اسمه السوشيال ميديا اناليسيس. احتمال ما الزمن ما سمح لي انه اقدم فيه امثله السوشيال ميديا اناليسيس. لكن بالنسبه للسودان كمثال في الدول العربيه والدول الناميه, وهذا مثال ممكن ينطبق على كثير من الدول الاخرى العربيه الموجوده او الدول الافريقيه. الان السودان فيدرال مينستري هيلز ديفايز ذا فيرس كيس, ذيس از في 12 اوف مارش. الان في ذيس از يعني اخر مره انا زرت هذا السايد يمكن من كم يوم, عندهم بيانات لحد يوم 20 ديسمبر 23 في بيبل كونتاكتد ذا فيروس انكلودينج over 1000 died from disease. طبعا في محاولات كثيره جدا في السودان من ضمن الحكومه, اللجنه العليا, ايضا يونايتد نيشن والان جي او وهكذا. فليه ما ايضا يكون في باحثين, انا قلت ريسيرشرز professionals and medical practitioners can also use AI to fight against COVID-19 in Sudan. Unfortunately, وانا بتأسف جدا لهذا يعني في دول كثيرة زي قطر, مصر, الأردن, تونس, وجدت دول برضو زي يمكن غانا ودول كثيرة جدا زي اقترحنا, ودول كثيرة أخرى جنوب أفريقيا, دول كثيرة جدا, إسرائيل, دول كثيرة جدا, الأمارات, وجدت أنه في باحثين قاموا, لكن في السودان ما وجدت يعني يمكن بسيط جدا, يمكن في بعض البحوثات عملوا في مجال البريدكتين واستخدموا الاس اي ار موديل. لذلك انا اقترحت هذا المجالات, وهذه هي مجالات بسيطه جدا يعني ممكن يقوموا فيها باحثين. السودانيز بروفيشنال كان ديفلوب سم كونتاكت تريسينج ابلكيشن تو بريفنت ذا سبريد اوف ذا كوفيد 19 في السودان. انا ما متاكد اف ذي ار نو كرنت انيشيتيفز. جوجل انابل نفسهم اقترحوا بروشز تو تاكل ذيس اريا, وعملوها وعملوا ابلكيشنز. الابلكيشن دي ممكن يتم يعني يحصل لك كاستمايزيشن او يستخدموها نفسها, او يعني يحصل توجيه في استخدامها بشكل معين, تكون بشكل مراقبه او بشكل مونيتورنج عشان يستخدموها بشكل واسع في السودان. مجال آخر هو مجال البريدكتنج. وجدت بحوث باستخدام الـ SIR models في بعض يمكن باحثين من كلية العلوم الرياضية وأيضا كلية الطب استخدموا يمكن نشر ورقة علمية في هذا المجال وفي مجالات أخرى, لكن ما في كثيرين منهم استخدموا مجالات في مجال الذكاء الصناعي خصوصا المشين ليرنينج. ايضا هذا مجال ممكن يستخدموه خاصه في السيرت او البريك ناو, الان ممكن تكون في بيانات عشان الناس يحاولوا يشوفوا البريدكشن في والتريسنج للسبريد اوف ذا فيروس في خصوصا في هذه الطفره الثالثه او المرحله الثالثه بتاعته. ايضا في مجال مهم جدا ذكرته قبل بتاع التوظيف الدراجز ريبورزنج ذا دراج يوزين سيمبل ان افيشنت موديل فروم ماشين ليرنينج اند ديب ليرنينج. ده مجال مهم جدا الناس ممكن يحاولوا يستخدموا فيه. هذا بيتطلب انه العلماء او الباحثين اللي هيستخدموا فيه او البراكتيشنر اللي قال لازم يدرسوا الاوراق اللي انا ذكرتها, يدرسوا المحاولات السابقه في بعض الدول الاخرى ويحاولوا يعكسوها في السودان, يحاولوا يعني يستخدموها في السودان ويشوفوا كيف في السودان ممكن يساعدوا في هذا المجال. الان طبعا في فاكسينز موجود واحتمال في ناس وفي اعتراضات عليه وفي ناس بيقولوا كويس وناس بيقولوا وهكذا, لكن هذه بتكون دراكس معروفه.
في مجالات كثيره جدا يعني الناس ممكن يستخدموها فيها زي السوشيال ميديا اناليسيس. انا وجدت برضه ابو حسين يستخدم السوشيال ميديا اناليسيس. انا كثير جدا الناس بيستخدموا الواتساب الفيسبوك وهذه التويترز هذه برضو ايضا يعني هذه ايضا في مجالات كثيره جدا وفي بحوث كثيره قدمت في هذا المنحة وبتساعد في مكافحه الكوفيد 19 developing virtual assistants ايضا detecting the virus with data analytics in Sudan also هذه برضو مهمه جدا. اذا علماء ابو حسين استخدموا وبيانات ويحاولوا يعملوا استخدموا الداتا اناليتكس استخدموا ماشين ليرنينج تولز ماشين ليرنينج ميثود وبتساعدهم ايضا في ديتكتين اوف ذا فيروس. كونكلودينج ريمارك يمكن انا مشيت بسرعه في العرض وكنت انا بتصور انه المتلغرين لهذا العرض هم من ثلاث فئات يا اما فئه متخصصه زيانه ويمكن تكون قليله يا اما فئه هي فئه عامه غير متخصصه ولا فئه اخرى متخصصه في الطب او متخصصه في مجال متعلق بالطب. فدي ده ثلاث فئات وهم كلهم حيستفيدوا من هذا العرض. عشان كده انا ما حاولت اكون اتعمق شديد في ترمولوجي او في كلام متخصص في مجال الذكاء الصناعي كجنرال عشان متوقع انه في كثيرين من الحضور ممكن يكونوا انتبهت لهذه المساله يكون العرض عام ومفيد. زي ما احنا وضحنا انه في هذا العرض انه في مجالات كثيره جدا وهذه المجالات اللي انا ذكرتها سته مجالات هي ليست كلها مجالات. في باحثين كثيرين جدا عملوا ريفيو ليترز او ريفيو بيبرز ووضحوا مجالات اخرى استخدموا فيها الذكاء الصناعي. هنا انا ذكرت الايرلي وورنينج اليرت تريسينج بريدكتنج سبريد اوف ذا فيروس ديتكتنج ذا دايجنوس ذا فيروس ايضا ريموتلي سكريننج ويز تشات بوت ديفلوبمنت اوف دراج اند فاكسين. لكن احنا لازم ننتبه لحاجه يعني لازم نربط هذا ايضا مع الاخلاقيات اللي متوفر الان واللي بيناقشوها علماء في مجال الاي اي تكنولوجيز الان. زي ما استخدامات الاي اي والماشين ليرنينج ظهرت بكثره ايضا العلماء الان بيفكروا في كثير من الايثيكال والسوشيال امبليكيشن اوف ذا اي اي تكنولوجيز ولذلك ظهرت في كثير من الورلد سميت بيناقشوا فيها هذه الامور. فدي لازم نربطها ايضا برضو نربطها مع هذه الربط مع استخدامات الذكاء الصناعي في هذا المجال ايضا. فلذلك so that more systematic examination is required like issues around security والبرايفسي والconfidentiality هذه كلها لان احنا هنستخدم بيانات حقت ناس حقت كاستمرز او حقت بيشنتس وهذه لازم تكون في الحسبان. ايضا في معضله انا ما ذكرتها يمكن هي لكن هي اذكرها اللي هي معضله البيانات نفسها. كثير من البحوث والباحثين هم بيستخدموا بيانات عامه موجوده متاحه وفي واحدين بيستخدموا بيانات في مستشفيات وكذا لكن المشكله دائما بتكون انه قله البيانات الا اذا كان في دراسات زي ما ذكرت قبل كده دراسات فاندد بشكل عالي زي ما ظهرت في يو كي او يو اس اي حاولوا انه يكون في يعني دعم من الحكومه ومن المستشفيات في كولكتنج للبيانات عشان كل البيانات تكون اكثر كل ما يكون الدراسه اعمق والدراسه تكون صادقه اكثر. في السودان انا يعني زي ما ذكرت انه ريسيرشر بروفيشنال اند ميديكال براكتيشنر كان هاف ان افيشنت رول اوف ريسيرشينج اند ديبوتينج سام ابروشز اوف اي اي تو فايت اجينست كوفيد 19 وزي مش السودان انا بتكلم عن الدول الناميه كلها افريقيا الدول العربيه في الشرق الاوسط كلها ممكن تساهم في هذا المجال. احتمال انا وجدت بحوث يعني يمكن بسيطه من الاردن من مصر من قطر ايضا من تونس وهكذا. لكن ايضا الباحثين في كل هذه الدول وايضا بما بيفهم السودان ايضا هم اشجعهم انه يقوموا بهذا العمل. شكرا لكم وشكرا للفرصه اللي قدمتوني لها يا دكتور انور واتمنى انه هذا العرض يكون مفيد لكل الثلاث فئات اللي ذكرتها للفئه العامه او للفئه المخصصه في الطب او في المخصصه في مجال الذكاء الصناعي. شكرا لكم.
شكرا جزيلا دكتور معاوية على العرض الريفيو الرائع جدا جدا. شكرا جزيلا لك، ما شاء الله يعني مليان ملي شديد، ونتمنى انك برضو تقدم لنا عن السوشيال ميديا، يعني برضو الاستخدام بتاع الارتفيشال انتليجنس في السوشيال ميديا. انا هبدا من السلايد بتاعتك دي بالاسئله، واتمنى انه الزملاء والزميلات الموجودين في الزوم ممكن تشوف اذا في الشات برضه، اذا في الشات في ناس عملوا كومنت، حاجات. في كومنت مثلا انه في زول عمل بيبر تقريبا في السودان عن كوفيد 19 وكده، لكن انا ابدا من الحته دي لانها مهمه. ذكرت انت بتاعت الايثكس والسوسايتال امبليكيشنز بتاعت الارتفيشال انتليجنس. انا ما عارف هل اتطرقت في الورقه بتاعتك للعلاقه ما بين الانفراستراكشر بتاعت الاي تي من ناحيه بتاعت رقم وطني ولا ناشونال اي دي مع الافكتيفنس بتاعت اللوك داون اللي حصل والارتفيشال انتليجنس نفسه، يعني استخدامه هيكون ريليفنت ولا ان ريليفنت في السودان لما انت ما عندك داتابيز بتاعت الناس ولا عندك اسمه شنو ده الموبايلات بتاعتهم ولا هم عندهم ابلكيشن تو تريس ديم وتعرف الحاصل شنو. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه برضو من الايثيكال امبليكيشنز، الواضح انه الناس اللي نجحت في انها تعمل كونتاكت تريسنج وبالتالي تقدر تعرف منو الزول اللي قاعد في الدينجر زون، منو الزول السسبكتد ومنو الزول الانفكتد والى اخره، الا لما يكون انت عندك قوه بتاعت الدوله في انك تتنازل عن البرايفسي بتاعت الانديفيديوال في مقابل الاوت كم اللي حيكون اللي هو معلش دقيقه كده الاوت كم حيكون انه والله يا اخي الناس كلها حتكون كويسه، ما حتجيهم حاجه، ما حيحصل انفكشن ولا كده. فهل في اي اشاره للموضوع ده؟ الموضوع ده مهم جدا جدا. انا في قطر هنا، وفي قطر الزم الناس كلها انه يكون في برنامج اسمه احتراز، واحتراز ده عنده ثلاثه الوان، يا اما انت والله جرين مسموح لك انك تتحرك في اي حته، يا اما انت في الجراي، يا اما في الريد. الريد ده انفكتد وانت قاعد في فاسيليتيز محدده، لو انت في الجراي معناه والله في دايجنوسيس بيتم لك فانت هتكون في الكورنتين، يا اما في بيتك ولا في فاسيليتي في مستشفى ولا كده، وما بتقدر تخش اي حته عامه الا لو كان الاحتراز البرنامج بتاعك ده لونه جرين. في الصين كان اجريسيف، يعني دريت انه كان بيتابعوا الناس اللي ما لابس ماسك والزول المتحرك في وقت ما المفروض يتحرك، يستخدموا فيه كل الدرونز ويستخدموا كل التكنولوجيز بتاعت السيرفيلانس دي. فدي النقطتين انا دايرك عليك الله يا دكتور تورينا هل الريفيو بتاعك شاملهم ولا ما شاملهم، لانه مهمين. انا شخصيا لسه شغال لي في ريسيرش جديد عن البرايفسي بريزرفنج كونتاكت تريسنج في الكوفيد 19. تفضل يا دكتور. صحيح، انا ذكرتهم في الفيوتشر ترينز في اخر جزء من الورقه العلميه، لانه كان ركز على البحوث اللي استخدمت في العالم كلها وورلد وايد، يعني في اربع مجالات زي ما ذكرت اللي هو سوري اربع 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 انواع اللي هو سي تي اور الاكس راي ولا التكست ولا الكوف كوف ساوند. لكن في النهايه ذكرت هذه النقطه نفسها، يعني لكن ما ركز على السودان، لانه انا الريفيو ما كان مركز على السودان، كان مركز على العالم. لكن فعلا هي مهمه جدا انه زي ما انا ذكرت انه قبيل العلماء ممكن يقدموا هذه البحوث، وانا مستعد انه اساهم مع بعض العلماء اذا في بيانات او في شيء ونعكس هذا احتراز القوت اللي انا ذكرته قبيل من ضمن الادوات اللي استخدمت في الدول العربيه وقطر. احتراز انا ذكرته من ضمن البحوث اللي اقترحت في الدول الاخرى، وهي هي 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 مهمه جدا. هي طبعا معظم الاوراق العلميه اللي انا يعني طلعت عليها وبتعمل ريفيو لاستخدامات الذكاء الصناعي في مكافحه الكوفيد 19 ذكروا هذا المجال، ذكروا هذا النقطه، وفي ورقه علميه يمكن او ورقتين كانوا اصلا مركزين على هذا المجال. اذا حبيت انه ممكن اشارك لك بيون، يعني اوريك لون يعني بحوث ركزت على هذه العصور اللي هيستخدموا في استخدام الاول الملاحظات اللي المفروض الناس يراعوا لها في استخدام الاي اي في مجال مكافحه الكوفيد 19. طيب بالنسبه للانفراستراكشر، يعني قلت لك هنا في قطر احتراز ده مرتبط مع الكيو اي دي، مع الرقم بتاعك الوطني، يعني التليفون بتاعك فيه بياناتك، مرتبط مع وزارة الداخلية، مرتبط مع المستشفيات، النظام الصحي، مع كل الحاجات مع بعض. فإنت لو infected
كل الناس دي بيكونوا عارفين انك انت انفكتد. ما دي التريسنج، ما دي قبل انا قلت التريسنج قبل، ما دي قبل انا كلمته. ما قصدي في التريسنج، ما البارت بتاع التريسنج، البارت بتاع الانفراستراكشر نفسها. يعني هسه الليله عملت لنا اي ارتفيشال انتليجنس، وهسه داير نزل احنا الشاب ده اسمه منو هو؟ فخر الدين. قال انه عملوا انسمبل ماشين ليرنينج موديل تو انفستيجيت ذا سكرين سيستم فور ذا ايدنتيفيكيشن اوف بوتنشال كوفيد 19 بيشنتس في السودان. تمام، في المطار جو ناس من الامارات بدايه اللوك داون في السودان، ودوهم المستشفى بتاعت اسمها شنو في كوبر دي، وقام نطوا من السور مرقوا دقوا جرس واحنا عندنا سندوتشات، المهم مشوا. فبيقوا ما عارفين مين هم ذاتهم، لانه ما في تريسنج عبر الرقم الوطني، ما في ناشونال داتابيس بتقول انه والله انور جاء من السفريه الفلانيه في اليوم الفلاني ساكن في الناشونال ادرس العنوان الفلاني، انا ممكن امشي له في بيته بس اقبض لانه خالف القانون. ما اسي بقت في ايمرجنسي، في حاله طوارئ صحيه يعني اعلنت في البلاد. فبالتالي هل حيكون في معنى للارتفيشال انتليجنس ولا اي غيره من التكنولوجيز اذا كان ما في ناشونال داتابيز، الرقم الوطني بتاعنا ما بيوري احنا وين ولا احنا منو؟ كلامك صح، هو 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 ده طبعا بيعتمد على انه البيانات وكيف تحليله، مدى تحليله في هذا المجال، لانه ايضا مهم جدا مهمه الداتا اناليتكس، انه تربط بين كثير من الفيتشرز وكثير من الناس تضع زي مجال البريدكشن زي ما ذكرت قبل، او استخدموه في مجال الدياجنوزيس او تحليلات زي ما انا ذكرت قبل في بعض الامثله الاتريبيوت، من ضمنها ممكن تكون الاوراق الصفات الصفات اللي بتوصف مش اللي بتوصف اللي هي اللي يعني اللي بتحدد الهويه بتاعت الناس وهكذا. انا شخصيا ما اهتميت بهذا المجال، يمكن ما قمت بحوث هذا، لكن ذكرت انه ممكن الناس يستخدموها في مجال داتا اناليتكس. انا ما اعرف في قطر هل في علماء يستخدموا البيانات اللي بتتوفرت، لانه حتى التريسنج ابلكيشن بتوفر فيه معلومات، فممكن يتم فيه هذه بيج داتا بتكون بيتم استخدامها في مجال التحليل. ما اعرف في قطر هل قاموا بهذا ولا ما قاموا، احتمال في بعض الناس قاموا فيها بقطر، لكن في السودان ما احنا السودان نفتقد هذا المجال. هو كويس قطر طبعا انت اقروش عشان كده عملت من الدول المتقدمه والدول الاولى اللي استخدمت التريسنج ابلكيشن تريسنج كونتاكت ابلكيشن دي. طيب انا حاجيك راي ثاني بسؤال ثاني برضو ليتر، لكن سي دكتور نادر ابو زيد ده من الناس اللي نشروا ورقه علميه في اثناء الكوفيد 19 وهو بتاع بايوميديكال. انا هعمل ستوب شيرنج دكتور ممكن راي دكتور نادر اتفضل حبابك. الله يكرمك يا دكتور انور، الله يسلمك، وشكرا على المحاضره القيمه لدكتور معاويه. حقيقه يا انا يعني التداخل البارت في جزء يعني من الببليكيشن في السودان يعني نشرناه في البارت ده، معظمها هي برضو بتعتمد على الداتابيز الموجودة في الـ NCBI، وده نوع من البريدكشن زي ما ذكر. يعني في سوفت بروجرام، في يعني برضو جروب من زملاتنا من نفس التيم بتاعنا يشتغلوا شغل بتاع بريدكشن بتاع فاكسين اكوردنج للداتابيز الموجوده في ال NCBI. يعني في بروجرام خاص بالايمونولوجي اسمه IDEB. IDEB بيجيب لك كل الجينوم بتاع الهيومن الموجوده عامه في العالم على الداتابيز الموجوده، بناء عليها انت بتعمل بريدكشن مدى السكسسفول بتاع البريدكشن اللي انت بتتنبأ به، ودي هي البارت بتاع الانتليجنس بتاع الارتفيشال، بانك انت ممكن تعمل بريدكشن مدى البيبتايد اللي انت او بعض البروتينات اللي استخدمتها من الاستراكشر بتاعه الفيروس على اساس انه تكون عنده افكتيف بالنسبه لانه ممكن تكون فاكسين. لكن طبعا مع البريدكشن ده هو بقلل لك، يعني انا مثلا بدل اعمل سكريننج ل 1000 ولا 3000 من الاستراكشر بتاعه الفيروس، البرنامج بتاع الاي دي بي بوريني مدى السكسسفول للتي والبي والكفرج بتاع البوبوليشن، وبالتالي بيقوم بيقول لي والله الثلاثه دي نجحوا وعبروا وممكن يستخدموا. وبقت في تيستات برضه ثاني بتاعت بريدكشن برضه متطوره من الناس بتاعنا الباينفورماتيك في مجالكم بتاعنا الحاسوب، برضه بيعملوا بريدكشن للاليرجي اذا كان حتى الفاكسين ده حتى لو نجح وغطى لنا كل الكفرج بتاع الهيومن جينوم لكل الموجودين في العالم،
فمدى فعاليته اذا كان ما بكون فيه اي بارت من الاليرجيك رياكشن لبعض الناس ليه كده. دي من الاشياء اللي هي ديفلوب الان، ونحن يعني بقينا كميه من السودانيين، يعني دكتور محمد صالح انا يعني برضه بتعرف يا دكتور انور في تركيا الان من الناس الاوائل اللي ابتدوا يشتغلوا شغل بتاع فاكسين بريدكشن للبروجرام. لكن انا كلامي يا دكتور انور كلامك الاخير وده حاجه مهمه جدا بالمناسبه، ان احنا ربط التكنولوجي بتاع الرقم الوطني مع الحالات تحت البيشن ده مهمه جدا. ليه؟ لانه ان احنا عندنا ناس مثلا بيكونوا نون سنسيتيف، يعني مثلا في شغل معي حس طالب بتاع الدكتوراه عندنا مثلا لقينا انه معظم الديسس في الناس الكوفيد في احدى الولايات بدون ذكر اسمها لانه لسه الداتا ما ببلش يعني شغالين فيها، فبنلاقي انه الناس اللي هي دي مشكله عند السودانيه الناس الدايبيتس، فلقينا انه معظم الناس الدايبيتس والناس الهايبرتنسيف والناس اللي بيكون عندهم حاجه اللي هي زي موضوع اللي هي الترسيب بتاع الرطوبه فحص الاي اس ار عالي، والناس اللي عندها سي ري اكتيف بروتين عالي كويس، او برضه الناس اللي عندها مشاكل مثلا في الاوبيسيتي في الحاجات زي دي، لقينا انه هم مور سسبتبل للانفكشن. فبالتالي انا لما انا يكون عندي دكتور انور دكتور معاويه عندي داتابيز لاي سودان، ودي طبعا مهمه جدا البارت بتاع الفاميلي ميديسين اللي هم اللي بيكونوا متابعين للاسر، يعني ده شغل بتاع سوشيال واسر. فبالتالي احنا من الرقم الوطني لو في تشيك لاي انسان عنده ضغط او مرض مزمن مسجل وريكورد، الناس دي اللي احنا ممكن تكون يعني ناس زي ما بنقول لهم تو بلوك، زي ما انت قلت لو جات بوليسي او سياسات يا دكتور انور بينه احنا الناس دي نعمل لهم بلوك، نقول لهم والله مين بيتكم ما تمرقوا من الرقم الوطني، ممكن نعمل لهم تريسن والله الناس دي ما يمرقوا. فالناس دائما بيكونوا مور سسبتبل للمرض، ناس الدايبيتس والناس الهايبرتنشن، فديل زي ما ذكرت انت بالرقم الوطني ان احنا المفروض نعمل لهم ديترمينيشن نحددهم عليه ان بلوك انه الناس دي نوت كونتاكت نوت اوتسايد ذا كنتري من الحي، يعني يكون من الحي اللي هم لجان المقاومه يكون في كارد معين انه البيت ده كروس فيه فلان وفلان وزيد وعامله ده المفروض ما يطلعوا الا للضروره القصوى بالارشادات. فبالتالي فعلا ربط الداتا بيز، ودي هي عندنا احنا لاك حقيقه مشكله كبيره جدا في انه البيشنال هيستوري بتاعه يو دو نوت نو. ايضا عندنا مشاكل حتى يا دكتور انور اللي بنلقاه في التبليغ، يعني المرض ده عنده فتره بتاعت انكيوبيشن بيريود 14 يوم، بنلقى معظم البيشن احيانا يجيك بعد 30 يوم، في بيشن يجيك بعد شهر، في ناس بعد 16 يوم، فده كله بيعمل افكت من ناحيه زايد العزل زايد المناطق الثانيه فتكون في بروبلم. فحبيت اعمل البارت بتاع التداخل ده لاهميه معروفيه الامراض الوراثيه عندنا السودان ومن اكثرها الضغط والسكري. المفروض على الاقل في الاشياء دي تكون في داتابيز. ايضا في ناس عندهم المشاكل الصرع، لقينا somehow بعض الناس اللي بيحصل لندسيس عندهم صمها وارتباطات، وإن كان عالميا الحاجة دي ما في لكن في ارتباطات من ناحية بتاعت الصرع أو الناس اللي عندهم إبليسي مع بعض الديسيز الناس الأزماتيك برضو. فديل كلهم لو أساسا في سيرفي عام ومعروفين الناس ديل من بدري بيكون في بروبوشن في المدارس في الجامعات في الهيلث كير في الكوميونيتي قبل ما الشخص يكون شنو بريفنشن إز بيتر ذان كيور. فبكده نحن بنغي كمية كبيرة جدا مما يكون سورس للمرض. وخطورة الفيرال ده ميلي أنه هو الفيرال نوعه في الـ RNA أو التركيب بتاعه الـ structure متغير، يعني دائما بتحصل فيه زي ما حسي عندنا ناس جنوب أفريقيا جابوا أنه في نيو سترين جديدة ظهرت في بريطانيا جات نيو سترين، الـ RNA ده ما عنده عملية بتاع التحصيل له وما بيحصل له تصحيح في المسار بتاعه في عملية الملتبليكيشن، فبالتالي غابل للجينات الموجوده في السكس ريجون انه كل مره يحصل له ميوتيشن، يعني انت قدر ما تجتهد وتعمل له زي الانفلونزا ات كان بي بريدكتد السنه الجايه ممكن تتوقع انه يكون، لكن لما تكون عندك داتابيز وعندك هول جينوم سيكونس موجوده في الان سي بي اي لاي فيروس يبقى انت كله عن طريق الانتليجنس اللي ذكره الدكتور معاويه يو كان بروتكتد وتعمل حمايه كبيره جدا للناس. وشكرا لكم على المداخله، بارك الله فيك. شكرا دكتور نادر. طبعا برضو كان في ناس بروف شريف عملوا يعني برضو ورقه علميه كان ممتازه جدا، كان فيها القابليه بتاعت الناس اللي بيصابوا بكورونا فيروس
وربطوها مع فصائل الدم، يعني زي الشغل بتاع الكلاسيفيكيشن يا دكتور معاويه. يس يس. وحاجه كانت فيري انترستينج صراحه. لكن عندهم ورقه ثاني كان عن بريدكشن لعدد الناس المصابين في السودان، والرقم اللي جابوه كان 1,000,000 وحاجه. صحيح. شفت 1,460,000. نعم صحيح. شو هو دكتور شريف ما عارف جروب في الجروب منصه البيانات، وكان عرض الورقه وكان صراحه نعم صحيح. فهو يعني بريدكشن ممكن طبعا يكون موجود ولا كده، لكن بكل اسف ما في حاجه زي ما يقولوا في النهايه ما في ستاتستكس يعني نقدر نسوي بها. حتى النظام الرعايه الاوليه اللي تكلم عنه دكتور نادر السي ما موجود في السودان عشان نقدر نعرف فهم الهيستوري ولا غيره. طيب باشمهندس احمد داوود كان عندكم برضه جهود، تفضل يا باشمهندس. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد داوود ايوه. اول حاجه محاضره قيمه جدا يا دكتور معاويه، وشكرا للدكتور انور على المجهودات المبذوله من خلف الكواليس. صراحه احنا المجهود عملناه برضه في الكورونا، احنا اوكي كان هدفنا ما نعمل ريسيرش بيبر، لكن صراحة عملنا مجهود في أرض الواقع كبير. حتى كون فريق اسمه فريق الاستجابة في السوداني. ممكن تكون احنا مشاكل واجهناها ترى ملخصها، احنا عندنا ضعف الانفستراكشر كبير شديد اول حاجة، والاكبر من الضعف الانفستراكشر وزارة الصحة صراحة ما عندهم شجاعة عشان يتخذوا قرار، يعني قراراتهم كلها يعني انا عارف دي احتمال بعيد. انا طبعا عملت سيستم فيه ذكاء اصطناعي في جيو لوكيشن، ربطت بالجيو لوكيشن مع جي اي اس مع الاكسبر سيستم، طبعا استخدمته في الديب ليرنينج في الارتفيشال نيورال نتورك عشان نجمع الداتا عن طريق الموقع بتاعك عشان نقدر نعرف الانتشار بتاع المنطقه. يعني مثلا نقول مثلا بحري موضوع او الحي الفلاني موضوع كده، لكن لقينا اصلا في يعني الداتا ذات وطريقه جمعها، في واحد اسمه هنا ده تقريبا اسام الدين قال في 60,000 في ريكورد مجموعه من الداء يعني من المرضى وهكذا. الدكتور عصام هنا في قطر، وانا طلبت منه اسفي الخاص انه يعني هو زول كان في غرفه الطوارئ بتاعت قطر نفسها في ما يخص كوفيد 19، وعنده انسايتس كبيره جدا ان شاء الله حيتكلم عنها. ما بيتكلم عن السودان، بيتكلم عن قطر هو. اوكي عشان شايف قاعد بالسوداني. يلا عموما احنا طبعا واجهتنا، انا عملت سيستم بتاع الذكاء الاصطناعي في ارتفيشال انتليجنس بالبايثون، ممكن اقول ابلكيشن موبايل ابلكيشن ويز مع الذكاء الصناعي، لكن مشكلتنا في الداتا، يعني ما عندنا الداتا عشان نعمل ليرنينج بها في السودان. انا جبت داتا من الصين دربت بها، لكن الداتا في الصين في انفراستراكشر قويه جدا تجمعها. يعني انا طبعا في الليرنينج انا عندي انا حتى عندي برزنتيشن هنا ممكن، بس يعني المهم عباره عن كولكشن لمجموعه من الداتا، الفاليو بتاعتي الفيلد فيها فاليوز، الفاليوز دي كنت عامل لها كولكشن في الريال تايم او يعني حسب التجي بيقوم بيعمل لي ديتكشن لها او بيجمع من التليفون اوتوماتيك، يعني الزود لو قحها كثير لو كذا لو كذا. في الصين عملوها، كان احنا طبعا في السودان عشان ما عندنا زي ما قالت دكتور انور المحاذير بتاعت ما بنقدر نحصل على كل المعلومات عشان في الحياه الشخصيه للزول البيشن او الزول المستخدم التليفون، لكن في الصين عندهم معلومات كثير بيجمعوها فبيقدروا يعملوا ديتكشن للزول قبل ما يبلغ ذاته عن نفسه انه مريض وكذا. فتحصلنا على الداتا عملنا سيستم، لكن ما قدرنا نتحصل على الطريقه اللي نقدر ننفذها في ارض الواقع. فده كان احنا لو عندك يعني مثلا اليه او الناس اللي قاعد موجودين عشان نقدر نشوف احنا السيستم بتاعنا، لانه في كوفيد 19 في كوفيد 20، واحنا في السودان الان اصبحنا كورونا اصبحت اكثر من الاول. يعني لو لاحظنا احنا شفنا وزاره الصحه العالميه الان السودان اصبح باللون الاحمر في مرحله خطر، فكوفيد انتشر، لكن محتاجين لنا اليات نقدر نفعل السيستم. ومن العلم انه احنا ما نقدر نجمع اي داتا من انفراستراكشر بالطريقه السهله. وبرضه في ملحوظه ثانيه الاولى، احنا عملنا برضه نظام بتاع البوت، لقينا ده اكثر حاجه بتفيدنا زي ما انت ذكرت دكتور معاويه. نظام البوت استخدمناه عشان نقدر في فورم طالع من وزاره منظمه الصحه العالميه، فورم بذلك هل انت عندك مثلا حمى، هل سافرت، في فورم كثير جدا. البوت اول ما تعمل ترسل له، عملنا في التليجرام بترسل عليه وبيقوم بذلك، وانت بتجاوب بيقوم بيعمل لك كولكشن للداتا وبيديك ريزلت مبدئي. بقول لك يعني ما بيقول لك انت عندك كورونا، لا بيقول لك امشي افحص كورونا
او لا. يعني احنا عملناه بحاجه اسمها ممكن تقول الاكسبرت سيستم ويز اوت الذكاء الاصطناعي، لكن الاكسبرت سيستم ممكن تقول هو كان جيل من الاجيال الذكاء الاصطناعي يعتبر. فخدناه يعني مثلا يعني خدتك في كاتيجوري معين وبيديك ادفايس حسب الكاتيجوري بتاعك عشان تقدر تعمل حسب الادفايس. وشكرا لكم. شكرا جزيلا باشمهندس احمد داود. طيب ناخذ مداخله من في 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 برضه واحد اسمه فخر الدين، انا ما اعرف فخر الدين يتكلم ولا اتكلم. فخر الدين، اي فخر الدين ما رفع يده اصلا، لكن لا هو عمل انزامبل ماشين ليرنينج موديل تو انفستيجيت ذا سكرين سيستم فور ذا ايدنتيفيكيشن اوف بوتنشال كوفيد 19 بيشنت ان السودان. لو تفضل والله يا اخي اشرح لنا، لانه انا الورقه دي ما شفتها، وانا سعيد انه اشوف مجموعه من الباحثين قاموا بجهود زي دي في السودان. تعرف يا دكتور، انا قبل ما نحاول نشوف منو اللي عنده كورونا وما عنده كورونا، حق نشوف اول شيء فيما بيناتنا ككمبيوتر ساينتست منو اللي كتب ورقه من الماء وكتب. شكلنا ما عندنا مشكله بتاع التواصل حقيقي يعني. طيب رازي، دكتور رازي تفضل، وفخر الدين يا ريت لو موجود ترفع يدك عشان تاخذ فرصه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام والرحمه. مساء الخير يا دكتور معاوية، والله محاضرة جميلة جدا وانريتشت بمعلومات كثيرة. والله دكتور أنور مجهوداتك ومقدرة يعني. طيب أنا عايز أتكلم في دقيقة واحدة أو دقيقتين. الديفيكولتيز اللي بتلاقي كل الريسيرشز. صوتي واضح يا دكتور أنور؟ واضح واضح. طيب الديفيكولتيز اللي بتلاقي كل الريسيرشز في السودان هنا هي ما التولز بتاعت الأناليسيز، هي الداتا ذاتها. يعني نحن هنا في السودان ما عندنا اي داتا بتاعت اي حاجه، عرفتها؟ يعني مثلا في نحن في الايكونومتريكس مثلا باعتبار ده التخصص حقنا، الانفليشن ريت عنده تو سورسز، الجهاز المركزي للاحصاء عنده داتا، والبنك السودان المركزي عنده داتا ثاني ما تعرف ازاي تشتغل بيها. طيب الاستيميشن دائما بيتم في اللونج ران والشورت ران. نحن لما تكون عندنا داتا في اللونج ران التقدير بتاعه بيكون سهل جدا. مشكله البانديميك دي هسي يا دوب عمرها تقريبا سنه او سنه وشويه. الاوت بريك ستاتستكس ذاتها صعبه جدا، حتى لل دبليو اتش او الان لو لاحظتوا كل كم يوم بيعملوا ابديت للانفكشن، ابديت للطريقه اللي بينتقل بها الفيروس كده يعني. طيب التايم سيريز داتا ما فيها اشكال، اصلا بيكون عندك هيستوري كويس من الداتا وكده. مشكله الريسيرش ده هسه انه كل الداتا بتاعتها هي كروس سكشنال داتا. الكروس سكشنال داتا في بلد التولز بتاعت الاناليسيز بتاعته ممتازه والداتا بتاعته ممتازه، هي ذاتها فيها اشكاليه في الاناليسيز. فنحن هسه مشكلتنا انه نقدر نحلل او نعمل اناليسيز لداتا هي كروس سكشنال وهي ما موجوده ذاتها. دي difficulties. الحاجة الثانية الكوميونيتي بتاعنا ذاته اللي هو سودانيز بيبل ما 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 اوير بانه هم انه يعلنوا عن نفسهم او يكونوا كده. انا اي زول عنده السيمبتومز بتاعت الديزيز هسه هو بيحاول بقدر الامكان يقول لك دي نزلة عادية، دي قحة، ما بعرف شنو بتاع، هم بينكروا الحكاية دي. فالحكاية هي complicated من الريسيرشرز، من الداتا sources، من الداتا analysis tools، من الكوميونيتي ذاته. ف it is very difficult. عشان كده اي استيميشن بيحصل بتلقاه very adjusted. يعني عشان كده بتلاحظوا الكميه الكبيره من الريسيرشز وكل يوم نتائج جديده ونتائج متغيره. وتتذكروا بتاع الحزام الملاري والحكايه بتاعت العملاء ناس نادر ذاته بروف كنوزي وكده يعني. فنحن والله حقيقه محتاجين لثوره كبيره جدا في مساله. شايف كل الجماعه مركزين على الداتابيز. والله نحن ما صراحه، انا شغال في مجال الستاتستكس 20 سنه، والله ما عندنا اي حاجه، ما عندنا اي داتا. الكلام ده كله كلام يعني، بس اي زول غايته عنده مشروع او ريسيرش صغير كده الداتا بتاعته يمسك فيها قوي. لكن الدوله ما عندها داتا ولا عندها استعداد، ولا الكوميونتي ذاته عنده استعداد لانه يساعد في انه يعمل يربط الداتا بالرقم الوطني. يا اخي احنا لغايه الليله دي كلنا مولودين يوم واحد يناير يا دكتور انور يا اخي. فالحكايه شويه دايره 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 داتابيز يكون محكم ومظبط اكثر يعني. اي شكرا دكتور رازي. طبعا هي الحقيقه النصيحه يفترض انها تكون عكس كده تمام، كل زول يمسك البيانات بتاعته، انما كل زول زي الجيت هاب اللي اتكلم عنه دكتور معاويه، كل زول يخد بياناته. يعني احنا سي في مجال، انا ما اقصد
لا انا ما اقصد، انا ما اقصد انه يمسكها يدسها يعني، لا يبقى عليه 10. يحافظ عليها، يبقى عليها 10 عشان للفوركاستنج بعدين تبقى هي ريفرنس. نعم الكلام ده اي مفهوم، لكن عشان ما انا تجزئه نحن الكومبلين بتاع انه ما في بيانات في السودان، ده اعتقد انه في كثير من الاحيان بيكون بسبب الاتيتيود بتاع الريسيرشز نفسهم. انا اديك نموذج من صحيح الباحثين السودانيين. صحيح الباحثين السودانيين جينا يعني ما بيجي لي يوم الا في زول بيجي، يا اخوان والله عندي سيرفي تملوا لي عشان عندي رساله بتاعت ماجستير ولا بحثي بتاع بكالوريوس ولا كده، يومي على الله. زول واحد بيجيك راجع بيقول لك يا اخي اسمع والله دي النتائج بتاعتي ودي الرو ديتا لو دارس يستخدموها، ما هي اي ديتا انت لميتها ممكن تستخدم يعني مع الايثيكال جايد لاينز وكده، ممكن يعاد استخدامها. وده السبب اللي بيخلي فيه روبوستريز بتاع الديتا. احمد داود قبل شويه ذكر انه جاب ديتا من الصين، واسر لو دخلت الدبليو اتش او دخلت البنك الدولي بتلقى فيه ديتا، الديتا دي ما عملوها ناس. ان احنا ما عندنا الكلتشر دي بتاعت يعني احنا ما نوت جنرس في انه خدت الديتا بتاعتنا بعد ما انتهينا منها. بالعكس حتى تلقى الواحد يقول لك لابتوب بي سرق، البحث بتاع الماجستير بتاعي ما عارف وين، بحث البكالوريوس ما كان ما عارف وين الى اخره. ففي مشكله بتاعت مينتننس ومانجمنت للديتا الموجوده، يعني في ديتا هي اتولدت، منظمات شغاله، اطباء شغالين، اطباء بلا حدود ده شغالين لهم زمن، والمنظمه الصحه العالميه دي كلهم عندهم، وزاره الصحه نفسها، البحوث اللي بتكون فندد يعني انترناشونالي دي بتولد بيانات، لكن وينها؟ ما في اكسس. فنحن دايرين نموذج بتاع اوبن governance اوبن داتا يكون متوفر لكل الناس، واعتقد ان دي واحده من اهم المهام اللي كان المفروض تقوم بها حكومه الفتره الانتقاليه دي، انها تعمل لها احصاء وتوفر البيانات وكده. المهم طيب احنا يعني انا داير اذكر حاجه. احنا عندنا جروب في الواتساب اسمه منصه البيانات، اذا اي شخص عنده استعداد انه يدخل فيه ممكن يرسل لي، انا ارسلت الايميل بتاعي. هو 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 بيهتم بهذا المجال، لكن للاسف ايضا لانه المجموعه الموجوده في الجروب كلها معظمها خارج السودان زي كده ما افكتيف. احنا محتاجين برضو يكون الجروب ده كان افكتيف، يكون فيه طيب مبادرات كبيره جدا. هاي خليني اقول لك برضو نقطه، الواتساب ذاته انتي شيرنج، الواتساب ذاته مع كلوز سيستم، وبعدين الحاجه اللي بتحصل فيه لو جيت داخل الجروب الليل انا قبل كان في رسائل برضو ما بقدر الين فيها. فاعتقد انه يفترض احنا كريسيرشرز نتفق على البلاتفورم اللي ممكن ناخد فيها البيانات بتاعتنا وحاجاتنا، والنوتيفيكيشن الفيسبوك قد يكون الى حد ما كويس، لكن طبعا الاوبتيموم هو ناس الجيت هاب و افضل الحاجات بتاعت الشيرنج دروب بوكس وغيره يعني كده. صحيح، لكن انا قصدي يكون في فوريوم يجمع الناس يعني مع بعض عشان يتفاكروا ويعملوا. احنا كان يعني الاخوان الموجودين في الجروب بتاع منصه البيانات هو بادروا ببعض المحاضرات زي المحاضره دي، لكن كانت انا كنت بدعوهم او يعني بشجعهم انه يعمل مبادره لناس حمدوك وناس المجموعه الموجوده في السودان في تبني مبادرات، في تبني مثلا هيئات تهتم بمجال الذكاء الصناعي، مجال البيانات زي ما حصل الان في الامارات، حصل في ايضا حصل في السعوديه، وايضا شايفين ايضا في مصر، ايضا في على ما اعتقد سمعت ايضا في المغرب او في تونس حاجه زي دي كده. ف في السودان ما حصل في قطر ايضا موجوده ده على ما اعتقد هذه النظره او هذه الاستراتيجيه. دكتور عصام الدين عبد الباقي هو زول اكسبرت وجزء كان من التجربه بتاعت قطر بحكم يعني المهنه. دكتور عصام يا ريت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير. والله اللي أنا مبسوط منكم جدا، كل السادة المتحدثين دكتور معاوية وأنور واللي سبقوني بالحديث وكده، جزاكم الله ألف خير. أنا طبعا مجالي تدريب الأطباء في قطر، بالذات أطباء الرعاية الصحية الأولية وطلاب الطب، ده المين contribution بتاعي. وكان عندي contribution في الإدوكيشن بتاع الكوفيد very early، فيديوز وتابلت وترسلت ودرست هنا وهناك. الكونتريبيوشن بتاعي في السودان كان تدريب الأطباء الذين عملوا المبادرة الأولى، اللي هم حوالي 100 طبيب، طرعت لهم شركة اتصالات ب100 خط بتاعت هاتف، أدتهم ليها مجان في شبكتها وبقروش في الشبكات الأخرى، وديل تابعوا 60,000 مريض في فترة من 17 مايو لأواخر أكتوبر، وبعد ذاك تعثر المشروع لأن الدولة ذاتها رفعت يدها من الموضوع.
حتى الفاتوره الاخيره الحكومه وزاره الصحه ذاتها ما دفعت فاتوره التلفون ذاتها ما دفعتها للناس اللي بيتكلموا عن الداتا. يعني الداتا في السودان عن الوضع في السودان عشان هناي في الفتره من مارس لغايه 17 مايو ما كان في اي فولو اب للعيانين. في 2000 مريض بوزيتيف بكورونا من دون ميسنج داتا، ما معروفين حيين ولا ميتين ولا معروفين نقلوا لوين. وفي مسافرين ما معروفين 10 20 30 الف دخلوا البلد بحدود بالبر بالجو بالبحر، ده المشوين ما معروفين، والمريض منهم منو والسليم منهم منو ما معروف. وطبعا دي انا بسميها فلاحة وزارة الصحة وفلاحة السلطات او اللجنة الكبيرة اللي كونوها لمكافحة الكورونا من اعضاء مجلس السيادة والتماشي لغاية وزارة الصحة والمنصات الإعلامية، ده الناتج بتاعها في الفترة ديك. بعد ذلك جاءت المبادرة بتاعت أطباء الأسرة لأنه اشتشعر واجبهم وقدموا المبادرة دي ولقوا سبورت أولا من مين؟ من شركة الاتصالات اللي ادتهم 100 خط مجانا في شبكتها وطلبتهم بدفع الفاتورة للشبكات الثانية، والوزارة دفعت في الآخر زاغت من آخر فاتورة ما دفعت ذاته لأنه غيروا المدة 7-8 مرات. يعني المبادرة دي تابعوا فيها كل المرضى الموجودين في الوقت داك حوالي مشتبهين ومرضى وفولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف، وكان في مشكلة كبيرة من المصاب ومن ما مصاب لأنه الفحص ذاته كان مشكوك فيه، شككت فيه الوزارة من وزيرة ذاته وشككوا فيه المسؤولين وشككوا فيه العيانين وشككت فيه الجهات الخارجية اللي بتتعامل مع السودان بما فيها هيئة الصحة العالمية. المهم الاستيميشن كان إنه يعني في 10,000 مريض كده مثلا، المخالطين لهم كانوا 60,000 مريض، الوفيات كم الله أعلم الله أعلم، لأن الناس بتدفن بشهادة وفاة طالعة من اللجنة الشعبية في الحي ما لجنة طبية. يا ناس الداتا الوفيات المعمولة دي بس يا هول بيموت في المستشفى دي المكتوبين، لكن الناس اللي ما عندهم ما بيقدروا يدفعوا 50,000 و100,000 عشان يدخلوا عناية مركزة في المستشفى دي اللي بيموتوا في البيت. احيانا بيكونوا متابعين مع اطباء الاسره، مبادره اطباء الاسره، ويوميا انا بتابع تقارير بتاع اطباء الاسره الشغالين. الطبيب بيقول تقريره تقرير المرضى عندي 34 مريض 6 ارقام غلط، واحد خدت رقم بتاع ترحال ما خدت رقمه، واحد خدت رقم بتاع ولده في بلد تاني ما اعرف حاجه عن ابوه، واحد خدت رقم لستة اشخاص ورافضين يجاوبوا، 6 أرقام ما بتجاوب، وبعد ذلك يقول 2 توفوا. ديل توفوا في البيت. كيف تتأكد إنهم ماتوا بكورونا ولا ماتوا بحاجة تانية؟ ده عشان أوريكم شوية. دي المبادرة الأولى اللي هي من 17 مايو لغاية آخر أكتوبر. بعد ذلك واحد قبل قال لجان المقاومة، يا أخوي لجان المقاومة رفضت فتح المراكز الصحية لفحص المرضى للكورونا وطردت الدكاترة الجو يفحصوا الناس، فامشي ارفع الوعي شويه غبار ما تقول لي لجان المقاومه طردوا الناس وكان في خطوره عايزين يضربوا الدكاتره، وانت عارف اكثر زول بيدق في السودان الليل الدكتور، فما ما تخلط السياسه في الحته دي لغايه ما توعي الناس بعدين تعال شوف. رفضوا فتح المراكز الصحيه للفحص الان ويجري فتح بالمباصره كده. الان في السودان شغال حاجه الكول سنتر اسمه 494949 وده بيديروه اطباء الاسره بمتابعة قوية جدا جدا من اللجنة المشرفة على الموضوع ده وأنا عضو معاهم. وفي مشروع متابعة المرضى والمخالطين. قبل كان في سؤال ظريف عشان أضحككم يعني قالوا المخالطين، قالوا واحد فحصوه قالوا له أنت نيجاتيف وشغال فراني شغال في الفرن بيخبز العيش وكده وبتاع بدخل الفرن وطلعه وبيبيع العيش بغادي في الشباك، فدايرين يسألوا المخالطين بتاعينك كم عشان تشوف صعوبة الداتا كيف، فدايرين يحسبوا المخالطين. ها قالوا الجماعة وقفوا في الصف ده كلهم نخطهم مخالطين للزول ده ولا ما خطوا، ولا المخالطين بس الجماعة اللي معاه في الفرن وساكنين معاه في البيت، وليه النتيجة ما جاته بعد 8 ساعات انت نيجاتيف احذر نفسك، جا انت بوزيتيف احذر نفسك، جاته نيجاتيف بعد 3 يوم ولا 4 يوم ضربوا له ثاني قالوا له انت نيجاتيف، وفي الحقيقة ما وقف لانه ضربوا له، وقف لأنه الأعراض تعبته وبقى ما قادر يشيل نفسه ذاته. فأشوف الداتا بتاعتك حجوك كيف قالوا لي أنت بوزيتيف، أيوة قالوا لي أنت بوزيتيف، دي مشكلة يعني هسي في السودان يقول للزول أنت نيجاتيف ظهر أنه بوزيتيف. أيوة الثلاثة يوم دي كان مقابل الصف بتاع ليش يا أخوي
كده عندنا ليه المخالطين كم انت؟ هو السؤال ده طرح عندنا كبير في الجروب ما قدرنا نجاوبه يعني، عشان تعرف اللي بيحصل شنو. الآن حتى المبادرة الشغالة دي متابعة المرضى والمخالطين والكول سنتر اللي هو بيتابع مرضى الأمراض المزمنة في السودان، وعايز أكد إنه الداتا طلعت من إيطاليا في الأول وطلعت من أسبانيا وطلعت من بريطانيا، إنه أعلى الوفيات كانت وين؟ كانت في كبار السن والعندهم كوموربيديتز، عندهم إصابات مرضية متعددة. ولذلك نحن هنا شلة نعكس على الدول، سميناها الدول الذكية. في دول التصنيف بتاع الدول في التعامل مع الكورونا، في دول ذكية كويس، وفي دول تكاسلت شوية لكن في الآخر حاولت تكون ذكية، في دول مهلهلة سميناها الدول المهلهلة، وفي دول ارتكبت أشياء غبية بس إحنا سميناها الدول الغير ذكية. فأنا الكلام ده حتورك له إن شاء الله في المحاضرة الجاية، هنديها إن شاء الله في الأسابيع الجاية إن شاء الله. فالمشكلة الآن في السودان المبادرة دي جمعت داتا كويسة وعاملين ميديكال ريكورس كويس، دكتور سامح ومجموعته معاهم مجموعة ممتازة جدا ديل بايونيرز، بايونيرز عملوا المشروعين ديل في الفترة الأولى، تابعوا 60,000 مخالط ومريض، وهس الآن they are going to the same number or even more. والآن طبعا طلعت الداتا المضبوطة بالضبط، وفيات الأطباء وفيات الأطباء ماشية كل يوم 2-3 أطباء الآن شديد ماشية في السودان يعني. المشروع مهدد بالوقوف الآن، حتى المشروع الشغال ده متابعة المرضى اللي هنا، لأن الوزارة ما قدرت توفر لهم ترحيل الناس دي عشان يجوا الكول سنتر يشتغلوا المكافأة، وبيجوا ترحيل براهم يعني، وكل يوم بيتقفلوا هنا وبيتحبسوا هنا وما قدرين يصلوا الشغل. لكن ناس والله أبطال وبايونيرز وتقف لهم البلد كلها انتباه. إدخال الارتفيشال انتليجنس في السودان ضروري جدا، ضروري جدا. حتى قبل الداتا الموجودة دي هنطلع بأشياء مفيدة جدا، هنطلع بأشياء مهمة جدا جدا. أوكي، ده من خلال تجربتي أنا وشغلي. أنا قبل 10 سنين كانت عينوني مانجر اوف هيلث ريكوردز، ودخلت في الهيلث ريكوردز كوميتيز، ودخلنا في بدا الشغل بتاع الاوتوميشن بتاع الهيلث كير سيستم، كيف انه اي شيء يكون يدخل الكمبيوتر كده. دوله قطر طبعا يعني دوله هي مختلفه عن باقي الدول يعني، في الفهم بتاعها في الطريقه بتاعه الشغل بتاعتها، دوله بتخطط بتضع خطط شغاله بالاوتكم بيست بلاننج موديل، طلعت فيه كتب ودرسته للناس كلهم، وربنا يحفظ البلد ووفقها يعني، والفهم ده يستمر يعني. فالان everybody حاين في قطر عنده اي بني ادم حاين في قطر عنده نمره. زمان كان الناس كان بيفخروا انه المعسكر بتاع الجيش في السودان اي زول فيه عنده نمره ومعروف يعني، وان كان النمره معناه مشمع يربط فيه وبس، برضه نمره كشخص يعني. الداتا كانت موجوده في قطر بتاعت البيشنتس وكده، فاول ما نجات صدر توجيهات بانه الناس ما يمشوا المستشفيات، يتعالجوا في المراكز الصحيه، والمراكز الصحيه في كول سنتر بتتصل به بيرد عليك جهة بتحدد لك ميعاد مع طبيبك المتابع لك أو طبيب مشابه له من أطباء الأسرة، والطبيب ده بيفتح الملف بتاعك الإلكتروني بيعرف أنت آخر أدوية صرفتها بتين وأنواع شنو جرعات شنو وأمراضك كانت كم، وزرت النظام الصحي في كم سنة فاتت كم مرة، وعندك كم مرض وكم عملية وكم شنو. الداتا بتاعت الإنسان كلها بتكون موجودة. جوكت إنه نحن في المراكز الصحية بنضرب للمريض تلفون قبل ما أدويته تكمل. نحن عارفين أدويته تكمل بتين، يا فلان فلاني السلام عليكم، نحن من مركز الفلان عايزين نتكلم معك، موافق؟ ده الكونسنت هنا بتاع الأسكس، يقول أيوه موافق. طيب نتأكد أنت منه؟ فلان الفلاني أيوه. تاريخ ميلادك كم؟ كده كده آخر مرة جيتنا بتين. ده ايدنتيفيكيشن عشان البرايفاسي والكونفيدنشاليتي. أوكي بيقول أيوه. لا طيب خلاص، انت مسجل عندنا مريض سكري وعندك ضغط، بتاخد دوائر للسكر ودواء للضغط تمام اي، وعندك حبوب قاعد تاخده كده، وعندك غسول للانف والاذن بتاخد للعيون للاسنان، وعندك قطره للعيون، وعندك كده الادويه دي نحن حنكتبها لك هسه دي عشان انت ما تجي المركز تمام. طيب وعندك فرصه ترسل احد يشيل المركز، لكن احنا بنفضل لنا تجيك عن طريق البريد. ايه رايك تجيك عن طريق البريد في عنوانك في البيت تمام، يجيني في البريد. طيب خلاص، عايز يجيك في البريد اعمل رساله للواتساب للرقم ده
هم بيجيبوا لك الدواء في خلال 3 أيام. يبقى نحن كل مركز صحي، المركز ده عنده 15,000 مريض من الأمراض المزمنة، ده عنده 10,000 مريض، ده عنده كل المراكز اتصلت بالمرضى بتاعنا في فترة بتاع 3 أسابيع. أي مريض أخذ سبوك بتاع علاج بتاع شهرين ولسه الدواء اللي عنده ما كمل، الدواء اللي عنده ما كمل، لازم تصله قبل ما الدواء بتاعه يكمل، يكون باقي له 5 أيام 7 أيام، وتديه ستوك بتاع شهرين، وتقول له يا أخي من فضلك أفحص السكري واتصل بالرقم ده الدكتور رقم الفلاني الدكتور ده، وأي دكتور عنده رقم واحد، أي دكتور عنده رقم عندنا في الرعاية عنده رقم مربوط في السيستم، أول ما يفتح كمبيوتره التلفون جنبه بينقلب للرقم ده، لو كان في الدور الفوق ولا في الدور التحت ولا في أي حتة، فتح السيستم طوالي يفتح له خط الكمبيوتر، مرضاك يضربوا لك تلفون وانت بتضرب لهم تلفونات. فكل مرضى الضغط والسكري والأزمة والغدد والأمراض المزمنة والناس الرعاية المنزلية وادين كلهم الرعاية الصحية وصلتهم في بيتهم، الدواء وصلهم في باب البيت. ده السيستم بتاع دي، هنا تقدر تقول دي دولة، دي حكومة، دي وزارة بتاعت صحة، دي إدارة بتاعت رعاية صحية مسؤولة، والكلام ده كله وراه جيش من الإدارة وجيش من التخطيط وجيش من الفهم، الفهم الفهم والانتنشن بتاع إنك عاوز تخدم المرضى. فما في مريض دواه ما وصله، قال بالعكس المرضى كان بيضرب تلفون يقول والله أنا اتصلت امبارح يا أخي الدواء في البريد هيصلك بعد ساعتين بعد 3 ساعات كده، يعني كان دي المشاكل اللي كانت يعني كويس. بعد كده تم توفير خدمة التالي ميديسين أو التالي كونسلتيشن، ما في مريض يجي يدخل الواقع الصحي. ليه اتخذ القرار ده؟ القرار ده اتخذ لأنه اتضح في التجربة بتاعت الصين إنه المستشفيات ذاتها هي مركز نقل للأمراض، وطبعا من زمان إحنا بنقول أوسخ مكان في الدنيا ومليان بكتيريا هو المستشفى، ده المستشفى ده محل تبادل البكتيريا وتكاثرها يعني وتحورها وكيف تتدرب على المضادات الحيوية. بتتدرب وين؟ بتتدرب في المستشفيات. فيبقى ما عاوزين الناس يمشي المستشفى إلا إذا كان في قرار طبي بإدخال المريض المستشفى، ويدخل عن طريق خطين، خط بتاع ناس الكورونا وخط بتاع ناس غير الكورونا. وطبعا حنشرح كيف أنت بتعدي المستشفيات إن شاء الله في الفترة الجاية محاضرة جاية. فتم الاتصال بكل المرضى عن طريق التليفون كونسلتيشن، وأي مريض من حقه بتاع مريض بتاع جلدية بيصور البتاع بتاعه بيرسله للدكتور، الدكتور بيشوفه بيقول له المرض بتاعك ده كده كده كده، العلاج الفلاني بتاعك كده هتستعمله كده، ومن فضلك بعد 7 أيام تصور وترسل لي. المريض بيصور الحتة بتاعته وبيرسله للدكتور كويس، قال الدكتور بيشوفها بقارنة مع الصورة السابقة لها تمام، بيقول والله تحسنت في كده وكده ونقص كده كده وزاد كده كده كده، ويديك كمان متابعة الأعراض، ولو في سكورينج سيستم للألم المريض بيعمل لك يقول لك الألم كان 7 من 10 حسي بيبقى 3 من 10 بس بيبقى 6 من 10 إذا قمت عملت كده كده. دي الأشياء دي كلها تمت بعد تخطيط وتدريب وإعداد للتليفون كونسلتيشن وتدريب للناس. ده اللي اتعمل في قطر هنا. أي شيء بيحصل في 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 الدول الذكية ومن ضمنها قطر أدى لنتائج. أول نتيجة أدى لها انخفاض معدل ارتفاع الحالات في حدود مقدرات النظام الصحي. انت بتقوم بالناس الارتفيشال انتليجنس ديل بيقوموا يحسبوا لك، يقول لك اذا الليله مثلا موجودين هم، طبعا قطر عندها سيستم جميل ما عايز اتكلم عنه انا، بيدوك فوركاستنج انه انت المفروض تكون محضر كم 1000 سرير انتنسيف كير يونت، تكون محضر كم 100 او كم 1000 طبيب بتاع امراض تنفسيه، كم تحضر زول بتاع كده، كم تحضر من المادة الفلانية، كم تحضر من العدة الفلانية. ده بيجي بالفوركاستنج، ده بيعملوا ناس الارتفيشال انتليجنس، يقول لك والله متوقع تجيك 2000 حالة في اليوم، بالتالي احتياجاتك للمعدات كده وللآلات كده، واحتياجاتك للأكسجين كده، واحتياجاتك للدواء الفلاني كده. يبقى يقوم السيستم بتاعك يشتغل تا 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 يحضر الحاجات دي كلها، بعدين الارتفيشال انتليجنس طلع لك الافريج مانثلي يوز بتاع اي حاجه، افريج مانثلي يوز بتاع اي حاجه
كويس، حتى الافريج ساعات عمل الاطباء يطلع لك الاي اي ده كويس، لانه بحسب حاجات كثيره جدا جدا في زمن وجيز جدا. انت يو بلان ات وير كان ات ويل ورك. معاوية ده اللي اشتغلوا شغل كثير وطلعوا الاعداد دي، يقول لك الافريج مانثلي يوز بتاعك بتاع الشاشه الفلاني النوع الفلاني كذا مليون شاشه، دي بتساوي كذا ألف كرتونه، بتساوي 20 كونتينر تحضرها. الافريج ديلي يوز بتاع الجهاز البروتكشن بتاع الدكاتره، عاوز الدكتور 8 وعندك 400 دكتور شغالين، يضرب لك دي في دي، يقول لك تحضر البتاعات دي قبل ما الدكاتره يمشوا عشان ما يمرضوا يموتوا لك الدكاتره بكره ما تلقى زول يشتغل لك. دي الاشياء عن السيستم عموما وش اللي حصل وكده. قطر بتصنف من الدول الذكيه، الوفيات فيها من اقل 10 دول في العالم تقريبا حسب اخر دراسه عملتها واحده من البنات عندنا هنا، انا اشرفت عليها. اوكي شغل كثير جدا جدا يتعمل، وكيس ريبورتس اتعملت عن الحالات اللي حصلت في المجال الطبي وكده. الزول ما داير يتكلم كثير، بس في حاجه اخيره داير اقولها عن الإثكس. انا بدرس الإثكس لزي قريب 20 سنه، ففي حته هنا امارس فيكم فيها شويه. البرايفسي والكونفيدنشياليتي it is not an absolute, it is a human right. ده حق من حقوق الانسان. حقوق الانسان في الطب اربعه، حقوق الانسان في الطب أربعة. نمرة واحد respect for autonomy، نمرة اثنين informed consent، والinformed consent ما بيجي إلا بالtruth telling. أوكي، والرابع confidentiality. ديل الأربعة نمسك confidentiality. It is not an absolute right عند exception. مع privacy طبعا غير confidentiality، لكن الاثنين بنحطهم جنب بعض كده وممكن نقول فوق تاني. الاكسبشنز بتاعتها نمره واحد possibility of harm للشخص او للاخرين. دي اكسبشن، الواحد جاك عنده جرح بيشبه جرح الطلقه، ده ما فيها confidentiality، لازم you have to report it للبوليس، او جابوا لك زول مضروب، او شخص على تعرض لابيوز، او زول قال لك انا ما شاكت زول عندهم، او ما شاء انتحر. ده هنا في possibility of harm، انت you breach the confidentiality. الحاجه الثانيه الكورت اوردر، مش البوليس اوردر. البوليس اوردر ما بدي البوليس حق البريتش اوف كونفيدنشاليتي، انت ما بتدي المعلومات الا لمين؟ اسمه شنو؟ تديها للقاضي مش للبوليس. في حاجات لها علاقه بامن الدوله وامن البلاد وكده وبتاع بتخضع لللاند لو، ودي الطبيب بيسلمها للسلطه الفوق، السلطه السياسيه الفوق ليه، والسلطه السياسيه تسلمها للسلطه. يعني مثلا مريض مش عارف مين حاله نفسيه لا 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 لا. دايرين رأس الأمن إن أنت تسلمه لوزير الصحة، وزير الصحة يسلمه لوزير الداخلية كده. في قنوات معروفة للدول اللي فيها قانون، الدول اللي ما فيها قانون ما معانا هنا بصوت الحكاية دي صوت جد. في الببليك هيلث انترست، وده ريليتد لللاند لو لقانون البلد، فيه حاجتين، فيه النوتيفايبل ديزيزز، ودي بنتعرف فيها ببيرسون بالزول، ولو محتاج تريسنج بنعمل تريسنج له ولأهله. واحد جاته كوليرا، اوكي ده لازم يتعرف بالاسم وساكن وين ومخالطينه منو، طوالي يتفحصوا، والحتة اللي اشتري منها تمشي تفتشه طوالي اكل وين يعطوا مطعم بتاع ده. مريض واحد بس تشغل التريسنج سيستم بتاعك باللاند لو خلاص. ده اللي هو هنا نوتيفايبل بالاسم، بتكتبه بالاسم وتوصله داخل السيستم ويبقى تريس. الثاني الانونيموس يوتيلايزيشن اوف داتا، الداتا هنا بتدخل أراضي مصلي، بتبقى بالعدد، أسامي ما في أسامي، وحبتشيل منها الحاجات بتاعت الايدنتيفيكيشن، بتشيل منها جندر بتخليه، لكن بتشيل منها الجنسية، وبتشيل منها الاسم، ومرات بتشيل العمر عشان العمر مرات بيدل على الشخص يعني. فده بيسميه الانونيموس، ده مفتوح للعلماء حسب ما تسمح به السلطات والداتا، لأنه ممكن يساء استخدامه برضو. فدي هنا بتخضع لحاجة دكتور عصام طبعا البرايفسي، انا خلاص داير اختم دقيقه، بتخضع لحاجه بسميها داتا بروتكشن اكت، قانون حمايه المعلومات. وده داتا بروتكشن اكت عنده ستاندردز موجوده عاملاها جهات معينه في امريكا، الاهيبه وما الاهيبه ومين مش عارف فين، وده الوضع الموجود. بالنسبه للموضوع في السودان الحكايه دي ضارب شديد، ما في زول شغال بها ويكسروا فيها. الآن نحن we are training
أطباءنا في طب الأسرة في السودان بالله حقه تنتبهوا لهم يا ناس. الارتفيشال انتليجنس هيدوكم الداتا الحقيقية لما حدث في السودان في الفترة الماضية. وزارة الصحة وغاز ليدها ورافعة. هل المساعدين يدوها يعني دي كولابريت في انه يوفروا الداتا الجاذرت الفترة الفاتت بصورة أنا جدا جدا أتوقع أنهم جاهزين يتعاملوا مع أي زول بتاع artificial intelligence. أي شغل طبي بتاع diagnosis ولا بتاع ولمو داتا بيكون meaningless لو ما فيها data scientist ولا زول بتاع analytics ولا بتاع عشان to make sense out of it عشان نشوف الباترنز فيها وين ولا كده. لأن الماشينز أفضل مننا إحنا البشر في detecting الباترنز وبتعمل لها معالجة بسرعة وبدقة أكتر وإلى آخره. والله هم الشباب دي الأول شيء هم شباب ناشئين جداد ناس طب الأسرة جمعوا الداتا دي ودي كانت أول تجربة لهم أول مرة يتعرضوا لتدريب جيد وتوفر لهم تدريب من زملاء سينيورز من بريطانيا ومن أمريكا ومن كندا ومن بعض الدول العربية وأنا ربنا أكرمني فإنه دربتهم لأنه أصلا بدربهم من زمان يعني بعد معهم ديل يعني طلعوا حاجة رهيبة شباب حاجة رهيبة جدا لو لقوا شوية رعاية من الناس الـ AI الموجودين في السودان وموجودين في العالم هيطلعوا. أنت دكتور سامح تكون سمعته مرة مرتين بيتكلم يعني بس هم they are very busy وفايتنج إنه التجربة تنجح ما تفشل كويس ويعكسوا شيء طيب للمواطنين وكده. الحتة بتاعت الـ AI أنا أديكم المثال الـ patient cert 1 لما تابعوها بالـ AI system في كوريا لقوا إنه مريضة واحدة عادت لها 5200 زول. نعم كان مجد الكنيسة دكتور عصام. طيب نحن حنرجع ناخد منك مداخلة تاني كده ناخد بس الراوند ده لأنه فخر الدين من قبيل رافع طيب. يده وهو عنده ورقة علمية relevant للسيمينار بتاع الليلة ونواصل يعني خليك موجود فخر الدين موجود. السلام عليكم. السلام ورحمة. أولا شكرا جزيلا لكم شكرا شديد وشكرا لأستاذنا دكتور معاوية. أنا فخر الدين عباس محمد سعيد أستاذ مشارك بجامعة النيلين كمبيوتر ساينس. دكتور عمر يا حبيبنا يا أخي ما عرفناك باللزم هنا إزيك؟ حتى دكتور معاوية حيكون برضو ما عرفني. يا دوب كده وقعت لي إزيك الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا رب تسلم. فأنا مهتم شديد بالداتا ساينس والشغل ده فحاول أتكلم في نقطتين بس. النقطة الأولى عايز يعني أعقب على كلام دكتور أنور قبيل لما يتكلم عن البنية التحتية والرقم الوطني وبعدين أمشي أرجع أعرج ثاني على الورقة اللي نحن عملناها. فبالنسبة للبنية التحتية دكتور أنور نحن أصلا في السودان أي إنسان أي سوداني موجود عنده رقم وطني موجود في داتابيز موجود ومعروف هم نو ساكن وين وحاجاته كلها لو جوا السودان لو برا السودان فالبيانات موجودة في اتجاه ده. وأي شخص اشترى شريحة بتاع التلفون بيشتريها بالرقم الوطني يعني أي رقم مربوط بالرقم الوطني. فكون يجي شخص يكون موجود في حتة بعد ذاك يطلع منها أنا عايز أتابعه بسهولة لأنه برقمه لو أنا خش وعارفهم فلان وفلان وفلان معروف رقمهم الوطني شنو معروف الشريحة بتاعتهم والبنات دي حتى الحركة بتاعت كل الناس موجودة وين في شركات الاتصالات والبنات موجودة. يعني نحن ما مشكلتنا في يعني هسه أنا ممكن أعمل سيستم وبالبيانات بتاع شركة الاتصالات أنا بكون متابع أي شخص كان بوزيتيف موجود وين يتحرك وين الحواليه منه بأرقام التلفونات بتاعتهم بس لأنه هو معروف يعني بسهولة جدا جدا. لكن البيانات دي كلها موجودة في شركات الاتصالات. نحن عندنا مشكلة في القانون اللي بينظم البيانات ما بين شركات الاتصالات ما بين المستشفيات ما بين الوزارة ما بين الشرطة اللي هي المعلومات دي بتتكامل كلها. نحن مشكلتنا أنظمة منفصلة وما مسموح لأي شخص يشوف البيانات دي أصلا بما فيها في معلومات في شركات الاتصالات حتى وزارة الصحة ما تقدر توصل لها. فكان في قانون عملوه 2015 تقريبا لكن لحد الآن ما وجيز اللي هو إتاحية البيانات إنه البيانات اللي بتكون موجودة تكون مسموح لأي باحث المهم على حسب يعني حسب القانون إنه مسموح لك تشوف شنو. يعني العالم كله اللي تقدم نحن نتكلم عنه بيتكلم عن الأوبن داتا يعني أستراليا أمريكا أو UK بتلقى الدولة عندها ويب سايت بتتيح فيه كل البيانات بتاعت سنين لورا اللي هي دي بيانات موثوقة والباحثين بيقدروا يشتغلوا عليها وكذا. نحن ما عندنا حاجة زي دي عشان كذا نحن عندنا شغل على الأوبن داتا اللي هي بتجي بالاتجاهين يعني الدولة بتفتح بيانات في منصات رسمية
وفي نفس الوقت لو انت عندك بيانات انت تشارك بالبيانات والناس كلها بتشارك، ففي النهايه بيبقى في منصه واحده فيها كل البيانات اللي بنتكلم عنها دي. فكده بعد ده ممكن نمشي نشتغل لقدام. فاذا ممكن يعني طالما في شركات اتصالات، طالما الرقم الوطني مسجلين، اذا في بنيه ممكن تشتغل عليها لو القانون اداني امكانيه ان انا اصل للبيانات وابدا اشتغل عليها، ودي هي مشكلتنا نحن الاساسيه. طيب ده تعقيب بس بسيط على الحاجه دي عشان نعرف نحن مشكلتنا وين هنا في السودان. طيب نجي للورقه، نحن حقيقي اشتغلنا ورقتين. الورقه الاولى لمشكله البيانات، اصلا عندنا مشكله كبيره في موثوقيه البيانات. يعني مثلا حد الفتره الاولى كان العدد بتاع الناس اللي بيفحصوهم ما بيمثل الواقع، يعني بيفحصوا في اليوم 30 نفر 50 نفر، دي الايام الاولى زاد لحد 500 نفر، لكن حقيقي عدد المرضى اكبر بكثير من كده. بالاضافه لانه البيانات اللي اتفحصت دي نفسها عشان تصل لها ما يعني بتعاني معاناه شديده، ونحن شايفين الانتشار عالي شديد. والورقه الاولى اللي هي الاحصائيه اللي كانت مع ناس بروف شريف انا برضو كنت مشارك فيها، فبتدينا انديكيتر انه العدد ده اكبر من كده. فنحن بقينا طيب عايزين نعرف هل العدد ده اكبر من كده والمشاكل وين. فعملنا كوستشنير، والكوستشنير ده كان جمع بيانات ضخمه شديده من الناس. الناس هم لعبوا الكوستشنير، فيه بيانات كفايه عن انه ساكن وين، عمره شنو، الامراض اللي عنده الموجوده اصلا، هل هو مخالط ولا ما مخالط، هل عنده هل فحص ولا ما فحص، هل النتيجه لو فحص نتيجته بوزيتيف ولا نيجاتيف. من كل البيانات اللي اتجمعت تقريبا تلت البيانات بس هم ديل الناس اللي فحصوا، وفي تلتين او اكثر طبعا لانه في ميسنج داتا فسحبناه برا. تلتين البيانات ناس عندهم اعراض او مخالطين او عندهم وفيات في الاسره لناس عندهم اعراض، وديل ما مشوا اصلا ولا فحصوا يعني. ولاحظ ممكن لو عممت الحاجه دي نتكلم عن ولايه الخرطوم، لو عممتها بتلقى العدد ده ضخم شديد من الناس قاعدين في البيوت الدوله او الوزاره ما بتعرف عنهم حاجه. اذا نحن دراستنا ما ممكن تكون بالناس اللي قاعدين فحصوا لهم بس، لانه هم كان حتى بيتاخروا شديد يعني. فقمنا جبنا البيانات دي وبدينا نحاول نشوف، ما عايزين كنا نتنبا بالعدد كم، لانه ظاهر عليه ظاهر عندنا احصائيا انه العدد ده اضعاف مضاعفه من اللي بيكون في التقارير اليوميه. لكن كان مشكلتنا بنلاحظ انه الاعراض بتاعت الناس المصابين تختلف تماما من كل الاعراض الموجوده في العالم كله. دي بالملاحظه، فكان في دكاتره معانا في المجموعه بيسالوا انه نحن اعراضنا دي، يعني انت لما تمشي المستشفى كان عندهم مجموعه من الاسئله بيسالوك ليها، وهم معتمدين على حاجه ستاندر عالمي وهي مختلفه من اللي عندنا. فعشان كده ورقتنا كان عايزين نشوف الاحصائيا كده، واستخدمنا ماشين ليرنينج انسامبل وبتو موديل، لانه في بيانات موثوقه ناس فحصوا وفي ناس ما فحصوا. المهم عملنا يعني توليفه كده، والموديل في النهايه جه طلع لي انه السكرين سيستم بتاعنا الموجود في المستشفيات ده ما سليم وما بيوريني بالضبط اللي حاصل شنو عندنا. يعني مثلا اديك مثال، ويمكن الاطباء الموجودين معنا كلهم ينتبهوا للحاجه دي يعني ويكونوا شايفينها. في كل العالم بتلقى انه العرض اكثر عرض بيجي اللي هو شنو، الحمى ومعاه القحه الجافه. ولو لاحظت في كل نحن حتى جمعنا بيانات عن الحاجه دي عالميا يعني كدراسه، ما بتلقى ولا في السته اعراض الاولى سيمتمس الاولى ما بتلقى في صداع هيديك ماف. طيب نحن قمنا لاحظنا انه طبعا بالماشين ليرنينج بتاعنا اللي هو الموديل، انه لا انه الهيديك ده رقم اثنين، الناس دي اغلبها عندها صداع. ان اي واحد بيجي بيكون عنده صداع وده ما موجود هناك، وما بيسالوه منه هل انت عندك صداع ولا ما عندك صداع، مع انه هو ممكن يكون عرض لحاجه ثانيه. يعني الكلام ده كان اتناقشنا فيه كثير لانه كان معانا اطباء. لكن لقينا في النهايه انه الخمسه اعراض الاساسيه الاولى منها برضه شنو؟ الاعراض اللي بتجي في المعده. فكان الناس كلهم بيشتكوا من المعده بتاعتهم، مع انه عالميا ما كان كده، ما كان حاجه من الحاجات الاساسيه. لكن اذا لاحظنا انه في السودان رغم انه المرض كان نوع ما صعب شديد ضعيف ما زي الدول الثانيه، لكن الاعراض بتاعته مختلفه تماما يعني الشخص عندنا. ولقينا انه في عدد كبير نسبه كبيره ناس مصابين مخالطين ومشوا فحصوا مصابين بوزيتيف بعد النتيجه بتاعت الفحص ما عنده اي عرض اصلا، ودي عددهم كبير شديد كان عندنا في السودان. يمكن ده لانه الفيروس كان ويك ما عارف والمشكله وين. مهم فعشان كده كان دراستنا كلها انه احنا عايزين نشوف السكرين سيستم اللي بيناسب السودان كان هو شنو.
فجبنا الداتا بتاعتنا اللي احنا جمعناها دي كلها، زي ما قلت لك فيها ناس فحصوا عندهم نتيجه بوزيتيف او نيجاتيف، وفي ناس ما فحصوا لكن مخالطين او عندهم اعراض، وفي ناس عندهم امراض مزمنه وعندهم اعراض والعمر برضه من راعيه. في النهايه طلعنا دي الكونكلوجن بتاعت الورقه الاولى، انه السكرين سيستم بتاعنا مفترض، فعرضناها وفيها جانب احصائي وشنو، فلو اي واحد عنده هنا ممكن انا اشارككم الورقه ان شاء الله. طيب عملنا ورقه ثانيه برضه شبيهه، مش شبيهه بدي، لكن دي كانت في النيل الابيض، في بيانات من الوزاره في النيل الابيض، وكنا بندرس ال 100 حاله الاولى، لانه مفروض انه احنا نقيم ال 100 حاله الاولى على اساسها نحن نتخذ قرارات انه نعمل شنو. يعني تقييمنا المفترض لل 100 حاله الاولى ده اساسي، طبعا في السودان كله ولا الوزاره الاتحاديه هنا في الخرطوم ما شغاله بالموضوع ده كده. ناس النيل الابيض مشكورين شديد، يعني كان دكتوره لافينيا ما شاء الله يعني كان مجتهده شديد وتواصلت معانا وانه عايزه تعمل الحاجه دي، واشتغلنا معاه وجابت لنا البيانات واشتغلنا فعلا ودرسنا ال 100 حاله الاولى عشان نعرف الوضع بتاع الـ 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 الولايه. طيب عشان على اساسها بعد ده لما تمشي تفكر في انه هل تزيد، يعني هل تزيد مثلا ثاني يعني في يعني أسرة مثلا في مستشفى محدد، ولا هل نحن محتاجين مثلا نوع محدد من الأدوية أكثر؟ هل بنتوقع إنه على حسب المئة حالة الأولى ممكن ينحصر المرض 200؟ الكلام ده يعني كفترة يعني للمئة حالة الأولى عشان هي تستعيد لاتخاذ قرارات ما يلي المئة حالة الأولى. وده كان فيه شغل برضه ممتاز، لسه الورقة ما اتنشرت لكن يعني هي استفادت من النتائج اللي طلعت دي في قراراتها وفي حاجاتها هناك، فدي حاجه مهمه شديد كان مفترض تتعامل على مستوى السودان. فدل الجانبين اللي اشتغلنا عليهم. طيب الورقه الاولى بعد ما نحن طلعنا بالخلاصه كلها كنا برضو بنعمل يعني بريدكشن، هل انت بوزيتيف ولا نيجاتيف والكلام ده على حسب التدريب اللي احنا شلناه من البيانات حقتنا، وقمنا عملنا ويب سايت سميناه تشيك يور سيلف، ويمكن رسلت لكم اللينك بتاعه برضو. تشيك يور سيلف ده كان هدفنا منه حاجتين، كولكت الداتا وفي نفس الوقت يعني بتخيل انه نحن زي ما قالوا جبير بيتكلموا كلهم عن الوعي، عندنا في السودان عندنا مشكله بتاعت وعي، فالانسان بيكون مريض لكن ما عايز يقتنع انه هو مريض. انا شيرت ايوه هذا الويب سايت تمام. تشيك يور سيلف ده بيعمل شنو؟ انت ده طبعا على حسب الكوشنير اللي عندنا والبيانات، بتختار انت عمرك من كم لكم، السكن وين، هل عندك مرض، هل كذا، ممكن تجرب عشوائي يعني اسي. فبيقوم بيديك انه نسبه احتمال انك انت مصاب بالمرض كم. فانت تخيل لو انت عندك حبه امراض اعراض كده وانت شايف لا دي نزله، ولما نجي تشيك يور سيلف ده يقول لك لا انت 90% عندك مرض. ليه؟ لانه انت عندك وفاه في الاسره، لانه عندك كده، لانه عندك كده. فانت بعد ما حتقدر تقعد، حتضطر تتصل وحتضطر تمشي. فهو كان شنو بيجمع بيانات، طبعا البيانات اي شخص بيملى بيانات نحن بنسجلها، وفي نفس الوقت بيديك انت يعني طبعا لاحظنا برضه مثلا بتلقى في بعض المناطق فيها المرض منتشر اكثر من مناطق ثانيه، فده بيديك نتائج مختلفه من بعض. فكان عندنا له اكثر من هدف، ده طبعا من الورقه الاولى ومن حتى الموديل بتاعنا. لاحظ 60% ممكن يجيك، 90% ممكن يجيك، على حسب شنو. ومنه نحن بنعمل شنو يعني حتى البيانات اللي بتجينا جديده دي، لو في شخص بعد ده انه هو 90% ومشى تواصل وفحص وبوزيتيف، نحن بنشيل كل البيانات وبنحاول نعمل ابديت للموديل. فالموديل بيعمل يعني اوتو ابديت، وبالتالي بيحسن النسبه بتاعت الايرور. 60% دي ما بين انه فيها ايرور، لا خلاص، فكل مره بيحصل شنو، بيحصل ابديت، فالموديل بيكون يعني بيحصل انهانس للموديل كل فتره وفتره حسب البيانات. لكن برضه للاسف الشديد اي حاجه ما بتبقى بشغل مجموعه، لازم يكون في يعني حتى الويب سايت ده موجود له 6 شهور ولا 7 شهور، لكن اغلب الناس ما بيعرفوه. قدر ما حاولنا ننشره الناس تخش تشوف، حتى في وعي يعني مثلا مرات لما ده الفكره بتاعتنا برضه ما كملنا، وقفنا برضه لحاجات كثيره، انه لما نجيك 90% ما يقوم يقول لك 90% بس، لا 90% ويديك الارشادات الاوليه وتتصل بمنو اقرب مستشفى لك حسب يعني كان هو يعني مفروض انه يكون مكتمل كده، وكان حيزيد الوعي، حيساعد الناس في جمع بيانات اضافيه، وكان حيساعد شديد يعني. لكن مهم ده هو اللي حصل، ودي مشاركه فندنج يا دكتور فخري. في اي مشكله بتاعت فندنج؟ والله في مشكله بتاعت فندنج، هي طيب السودان ده مش جاته دعومات للكورونا يعني مئات الملايين من الدولارات ولا؟ اي دي ما نحن سمعنا بها يعني، سمعنا انه اي لكن حقيقي ما شفناها يعني. احنا قدمنا الكلام ده طبعا يعني
يعني احنا ما شخص فلان الفلاني، مجموعه بحثيه من جامعات مختلفه من فيلد مختلف، يعني احنا ما كمبيوتر ساينس بس، معنا اطباء معنا صيادله، مجموعه كبيره مع بعض شغالين الشغل ده، لانه احنا ما بنقدر نفهم كل شيء، فكان حتى نقاشات كثيره، حتى بروف شريف كان بيشارك معنا فيه. لكن في النهايه لما تجي للشغل الحقيقي اللي بيحتاج قروش وبيحتاج كده، ومش بيحتاج قروش، نحن بنكون عايزين الداتا بتاعتنا دي كوشنير يعني ما موثوقه، ادونا البيانات الحقيقيه عشان نحن نقدر على الاقل نعمل فاليديت للموديل بتاعنا ده. ففي مشكله حقيقيه من الاستجابه يعني، يعني حتى الان لو مشينا مثلا يعني اخر محاوله لي كان مع معمل ستاك، انه يا جماعه كده الدنيا عشان انا دار اشوف الموجه الثالثه، احتمال يكون في موجه ثالثه، كده الدنيا البيانات الموجوده ما بيستقبلوك اصلا يعني. انا ما يعني ما قلت لك مشكله قانون يعني، مشكله ما اعرف يعني، الا علاقات شخصيه بيبقى الموضوع، ودي حاجه الدوله ما في علاقات شخصية. كنت داير دكتور رانيا بليله تكون موجوده هنا، لانه هي كان برضو جزء من المبادره بتاعتنا في الباحثين السودانيين اللي هي الفريق السوداني للاستجابه، وكان حاولنا وتواصلنا مع زول في معمل استاك وكده عشان نعرف يعني الكاركترستكس بتاعت الفيروس في السودان، لانه ممكن يكون مختلف. انت ذكرت مثال انه والله يا اخي السيمتوم نمره 2 هو الصداع، ما القحه الجافه، يعني الحمى نمره 1، نمره 2 الصداع، فدي بتوري انه ممكن يكون في ميوتيشن، يعني الفيروس جه من ووهان في الصين لف بالامارات، جه وين لما جانا السودان ده جانا فيروس ثاني، زي ما اسي الكوفيد 20 زي ما بيقولوا جه في اليو كي. فما لقينا برضه معلومه، زي ما انا يعني باكد على كلامك انه قانون الحصول على المعلومه لازم يفعل ويفعل as soon as possible at least للريسيرش بيربوس، لان دي حاجه بتساعد في حمايه الناس يعني حمايه ارواحهم يعني. شكرا لك دكتور فخر الدين. المهم تعليق بس بسيط اخير عشان اوريك انه فعلا حصل ميوتيشن للفيروس. لو انا ذكرت لك مثلا الاعراض بالترتيب، بلقى رقم 8 التشست بين اللي هو ده بيكون متقدم كان في مناطق ثانيه، برضه بتلقى انه ضيق النفس ده رقم 7، لاحظ معايا ده ما رقم 1 2، يعني نسبته بسيطه جدا من الدراي كوف دي رقم 6. الخمسه الاوائل ديل هم حقيقه عندنا نحن خمسه اوائل، عند الناس الثانيين في 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 نهايه القائمه يعني، اذا عندنا مختلف تماما، اذا فرضنا نفكر بطريقه مختلفه ونحن بنتعامل معه. يلا بيحصل شنو؟ انا كان عندي شخص بعرفه وحسب الاعراض ومشينا المستشفى، قلت له راح انا امشي معك المستشفى يعني، ما هو مرض عادي يعني، ده رغم انه عادي انا بمشي معك. فلما مشينا التشيك اللي بيعملوه لا قال لي انت ما عندك حاجه، ليه؟ لانه الاعراض اللي عنده دي ما هي الاعراض بتاعت المرض، لكن هو في النهايه طلع بوزيتيف. ليه؟ لانه فكر عندك قحه جافه، لا ما عندي قحه. طيب عندك ضيق نفس، ما عندي ضيق. عندك الم في الصدر، لا. عندك مرض ثاني، لا ما عندي مرض ثاني. طيب مشكلتك شنو؟ عندي حمى وصداع وعندي فتور وعندي الم في البطن. لا انت كده شوف لك طبيب بتاع باطنيه، وهو عنده المرض، لاحظ معايا ليه؟ لانه الاعراض حسب دراستنا ده فعلا اعراضه ده المرض اللي عندنا نحن. فشكرا جزيلا لكم. انتوا برضه معاكم المجموعه البحثيه بتاعت ناس امبيريال كوليدج لندن، مش كده؟ متواصلين معاكم؟ لا ما متواصلين معنا، لكن لانه احنا عملنا معاهم سيمينار هنا في الباحثين السودانيين، هم اللي طلعوا التقرير بتاع امبيريال، قالوا انه والله الاعداد بتاعت الوفيات في السودان في الفتره من مارس لاغسطس تقريبا كانت فيها كثير جدا من الكوفيد 19 ان ريبورتد. فعملنا معهم سيمينار، والغريبه قالوا لي عندهم اتصال مع مجموعه في السودان، افتكرتها مجموعتكم. انا احنا ناسي بيهمنا جدا برضو كاوت كم من الويبينار الممتاز ده والنقاش ده، انه يكون في شغل بحثي مستمر. فدكتور معاوي ياسي خلى الهنايه بتاعته، ما اعرف لو عندك انت الكونتاكتس ولا لا، لكن مهم جدا انه الناس تكون في حته واحده تتشارك البيانات بتاعتها، واي شغل ويجي فالناس ممكن تواصلوا في حته ما، لانه دي حاجه يعني public health crisis، ما يفترض انه الناس تحميله ولا تتجاهله ولا تحبط في اي لحظه من اللحظات. في كثير جدا من الناس بدوا الريسيرش وخلوه يعني. فشكرا لك دكتور فخري، والله سعيدين جدا بانه سمعنا صوتك اليوم يعني. دكتوره نهله عبد الواحد، تفضلي. اعملي ام ميوت لنفسك لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. شكرا، فرصة سعيدة وكلام منير. أنا طبعا خبرتي كنت running الـ COVID-19 isolation and treatment center اللي تابع لوزارة الصحة الاتحادية
اللي دعمل في مستشفى المخابرات يونيفرسال هوسبيتال. واكشولي اتعمل انا كنت اد فولنتير لانه انا اصلا ما كنت في السودان، وبعدين الفتره اللي تواجدت فيها فلما حصلت الكرايسيس دي استجبت لنداء الدوله. الصوت فيه شوشره، ممكن تثبت المايك؟ ثبت المايك بس على مسافه شويه كده. الصوت واضح شويه، لو زحيت المايك شويه كده. اوكي is it okay كده؟ اوكي تمام تفضل. طيب فكانت التجربة طبعا تجربة تجاوب للناس اللي حتشتغل تماما الأسبوعين الأوائل، يعني كل الإصطاف بيكون بانيك وبكونوا بعد ذاك كلهم isolated وما في ريسبونس للناس اللي حتشتغل. فكانت المشكلة الأساسية بدأت الحالات تزيد، فقررت وزارة الصحة الاتحادية يفتحوا اكشوال المخابرات اللي اديتهم المستشفى يونيفرسال. هو مستشفى كان يعني فول كونستركتد لكن نوت يت اوبريتد، ويمكن يكون ظهر في الفيديو اللي فيه الصينيين زاروا السودان. انا ممكن ابعت لكم في اللينك لو واحد بعت لي الايميل او رقم ابعت لكم الفيديو. فكان فيه ريبورت طالع انه مثلا حتى هم لاحظوا انه ات از مايل كيسز لكن كان في سيفير كيسز. انا اضيف لي استاذ فخري النقطه بتاعه السيمتومز، كان في يعني كان في ناس عندهم اكسسيف وكسسيف دياريه بالذات بعد ما يكونوا ترانسفير من الاي سي يو يونتس. انا المسكت الاي بي سي هيدوز ديبارتمنت بلس الدونينج الدوفينج مونيتورينج، طبعا كان في بانيك شديد حاصل. فواحده من الانتليجنس اللي استخدمتها هي اكشوالي مانيوال لكن كان عندها فيري جود اوتكم اللي هو سمنتلي فورم، بحيث انه الستاف reporting the shift, date, time in, what symptoms, any complaints, can sign in and out, plus a checking the temperature through the thermal detector. فكان يعني within 6 weeks ما كان عندي أي outbreak between the staff, plus إنه الفورمات اللي كانت موجودة كلها ما كان في complaints. في المستشفى اللي هو كانت الفكره جت من وزاره الصحه الاتحاديه في البانيك سيتويشن اللي حصلت، انه مركز جبره كان ايزوليشن وبرج الضمان كان ايزوليشن لانه كان بنك السلام بدات تحصل فيه مخالطات واصابات وما عندهم موقع. فكان لازم الكيسز اللي هي هايلي كريتيكالي بوزيتيف والهايلي هايلي كريتيكال سسبكتد، فقرروا انه يتعمل COVID-19 Isolation and Treatment Center تابع للاتحادية بلس انه يكون operated من ولاية الخرطوم، وكان يدعمل في مركز يونيفرسال زي منشن. كنا في البريبريشن تيم، يعني انا احنا 2 weeks بنعمل في التجهيزات. بعديها بدينا نستقبل في الحالات، صابرنا حالتين في الاي سي يو. في كان البلان انه only we will receive the highly critically ill COVID-19 positive and suspected. والكباسيتي بتاعت المستشفى يعني بالفنتليتر وبالفلتر الفيرال فلتر اللي كان فيه مشكله طبعا ما كانت ويل اكويبت، فكان الكباسيتي 10 بيدز لكن اكشوالي هي 58 بيدز في الاي سي يو بلس في دياليسيس يونت والاميرجنسي روم. از ا كوفيد سنتر كان البلان انه يكون في 18 بيدز في الاميرجنسي روم بلس 14 بيدز كباسيتي في الاتش دي يو اللي اتعمل السكند ستيج، والاكشوال فيرست ستيج كانت 10 بيدز للاي سي يو بلس اتعمل ثاني 18 بيدز للدياليسيس يونت. فواحده من الان بلان بروبلم اللي كانت موجوده وخلقت جاب كبير ومشكله، احنا وي ريسيف وي ستارت تو ريسيف جاست الاي سي يو كيس بلس انه الترين ستوب. انا برضو كنت يعني ماسترينج تي او تي كوفيد 19 ترينر لكل الكوادر الطبيه والصحية. فساعة 3 صباحا جات مكالمة انه مركز جبرة لو يومين تم اقلاقه لمشكلة الصيانة، والحالات اللي كانت في مستشفى جبرة حولوها لمستشفى المعلم. وفي مستشفى المعلم لما وصلوا واثناء البيشنز موجودين حصل sudden shutdown to the oxygen. انت قادر كل البيشنز اللي عندك ومن اكسجين سواء كان نيزل كانيولا اذا كان سيبا، وحصل سدن شت داون اوف اكسجين اند وي هاف تو ريسيف. يعني دكتور محي الدين اللي هو ون اوف ذا بيست ستاف في الاي سي سي
اتصل وبدينا نجهز في الاميرجنسي روم، وزاره الصحه ما كان عندها نيزل كانيولا في الاكويبمنت الموجوده، بدينا نجيب يعني بذلنا مجهود جبار، وفرنا واستقبلنا ال 18 مريض الساعه 3 صباحا، دخلناهم الطوارئ، منهم اللي كان في ثيباب ومنهم اللي كان في نيزل ونون ريبليزنج ماسك. ذا سكند داي سم اوف ذا بيشنتس امبروفد اند وي دونت بلان تو يوز ذا وورد، وي اوبن ذا وورد اوف ذا هوسبيتال. يعني قادر تتخيل الكرايسيس؟ انت يو بلان فور اي سي يو، then you got a problem, you open an emergency room, and then you have to follow the patients. We cannot discharge it. اتعملت البلان الثانية برضو أنا بعتبرها unplanned operational stage. We transfer the patients في الورد. فأصبحت automatically the COVID-19 center عندك فيها ال ICU، عندك فيها ال emergency room، وعندك فيها ال ward. لكن ال emergency room not for everybody to come and report. No. Those who will be referred from the ICC. يعني الاي سي سي دي بيكون عندها برايمري اريا، بيتواصلوا معاهم وهم بيحددوا انه this they need to be admitted to the ICU or the HDU ويبعتوهم بالامبلانس. السيتويشن دي خلقت جاب، كان في فتره العيد، فتره العيد بيجوا ناس بعربات برا، عشان انا اديك الريبورت انه في يعني ممكن مصداقيه لانه not all the data are accurate. في ناس بتجي بعربات برا، بنسمع من السكيورتي انه في ناس عايزين يجوا المستشفى، وفهموني انه ما في طوارئ هنا، وبقولوا هم معاهم مرضى وممكن مشتبه فيهم، مش وين حصل لهم شنو وي دون نو. لكن ذا بوليسي للاريا اللي انت فيها ما عندك لها ادمشن في الامرجنسي روم، بنديهم رقم الوبائيات، بيتواصلوا معاهم. طبعا الناس بعد ما يتواصلوا في الوبائيات بيدخلوا في السيستم بتاع الاي سي سي، الكيسز بتوصل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا از تي او تي ترينر بكون بعمل في التريننج. يعني واحدة من الكيسز انت حتى الميديكال ستاف الاويرنس ضعيف، يعني ممكن يكون هو مثلا عنده مشكلة في الأسرة ما قادر يكون في برايفت يعني ريزيدنس، فهو بيجي وبيخالط وبيمشي، وحصلت كيسز كثيرة بتاعت مخالطات ديسيس فاميلي ممبر، لأنه هم هيلث كير وركر. في فترة من الادميشنز في اليونيتس كان عندنا كل الادميشن كانوا فاميلي ممبر ستاف، مذر اوف ذا دكتور، سان اوف ذا دكتور، دوتر اوف سيستر اوف ذا دكتور، لايك ذس. في 1 ويك لو انت عملت تراكنج ليونيفرسيتي يونيفرسال هوسبيتال في الفتره بالذات اديك التراكنج، ممكن يكون في جون لو رجعت وعملت مونيتورنج للبيشنتس نيم والفاميلي ممبر بتلقاهم هم ذي ار فاميليز اوف ذا دكتورز اور هيلث كير وركر. الحاجة الأخطر في الداتا اللي عندنا الموجودة زي ما ذكر دكتور أنور، إنه فعلا أنا برضو بدرس مع مجلس التخصص الطبية ماجستير كريتيكال، أنا بيس كريتيكال نيرسينج لكن بروسيد فور بوست جراديويتس. الحاجة الأخطر عندنا في الداتا وفي النوليدج ذاتها، يعني أنا كل الستودنتس ما شفتها ودي بقول لهم دقة في السودان، you will never go to do a research unless you are going to do it for a degree. This is خلق لنا gap، يعني انت ما عندنا اي evidence based practice outcomes من research، وعندنا عندنا كل التايتلز بتاعت thesis available. يعني انت بتطلع من ال one topic بيكون عندك فيه 10 other title topics، لكن لانه ما عندنا فيها support. لو عندنا فيها support، ونحن ما ننسى تماما يا جماعة مشكلة المرحلة السابقة. يعني انا كنت كستنى الاكزامينر لجامعة بحري في critical master course، كان في 36 من البوست جراديويت كانديديتس هم they have to go for the research، مش وزارة الصحة. مامون حميدة قال لهم لو ما دفعتوا 3 مليون كل واحد ما حنديكم الابروفر لتر بتمشي تجيبوا بعد داتا من المستشفيات. يعني انت دار تخدم الدولة، انت دار تبدي زمنك ودافع قروش من جيبك تعمل بقى ماستر، كيف الدولة تطلب منك انك تخد قروش؟ يعني اضرب 36 ماستر جراديويتس في 3 مليون تدخل 280 something وزارة الصحة ولاية الخرطوم أيام مامون حميدة أو الفترة اللي هي كانت almost في 2018. What is used؟ دي كلها خلقت لينا gap كبير، بقت الناس disinterest. يعني انت الريسيرش ده الآن محتاج الناس زيكم انتو
تو سبورت، يعني يكون في جروب. انا معاك، دخلوني معاكم في الجروب ده، وانا بكره هبلغ لكم الناس اللي في وزاره الصحه الاتحاديه الوبائيات، وبتصل على الدكتور محي الدين من الاي سي سي، ببلغه بافكاركم بكلامكم والشيء المطلوب، وتعالوا الداتا موجوده ايام ما بدات الكوفيد. مين ماي؟ احنا شقنا المركز في ماي. الان الجائحه الثانيه بدت متداود اني بلان، ومن المشاكل المواجهه الان الى الناس في ماني كومبليكيشنز حصلت. يعني كان حصلت مشكله بتاعه ريزيدنس، ما في ريزيدنس للستاف، ما في ميلز، في حاجات كثيره خلت الناس في نهايه الجائحه الاولى هم بعدوا من الايزوليشن سنترز. الان في استابليشنج، الان جبره بيشغلها الاي او ام اللي هي الون اوف ذا يو ان ايجنسي، وزاره الصحه معاهم، لكن طبعا لانه ما في ماني، ما في مرتبات للستاف، فالمنظمة هتبتدي تدفع لهم. في معاناة رهيبة، في يعني أنا مشيت دربتها عشان أعمل مثلا الجرين زون والريد زون، السنتر هو فور تروما، يعني الاي او ام بنوه وعملوا له صيانة از يكون انه تروما سنتر، نوت ان ايزوليشن سنتر. انت يو ويل سفر، نو باث روم، نو انتري، نو ريست روم فور ذا ستاف، الدايركشن لللاب بيجيبك في الريد زون، الباس واي للستاف بيجيب بيكون في اليلو زون، يعني لانه از نوت ان ايزوليشن سنتر. لكن وي هاف تو مانج وات وي نيد، وي نيد سترونج ساينتفك بيس سبورت. نجي للنقطه اللي قالها دكتور عصام مع ناس البرايمري هيلث كير. برايمري هيلث كير مشاكل، معاناه رهيبه، معاناة رهيبة الناس. يعني إلى الآن عندك الناس بتكون قاعدة في بيوتها بتتصل، يمكن ما كل الناس عندها النوليج تفهم الـ 49-49. أما نستخدم الذكاء الصناعي في بالتكنولوجي، I think this is for us، رغم إنه عندنا اتصالات عالية، أنا بعتقد إنه في الاكسبيرينس اللي أنا عانيت في الفترة اللي فاتت دي ممكن تكون الثيرد ستيج. لكن الفيرست ستيج محتاجين فيها بيرسونيل، اي الناس زي البورتر عشان تمونيتر، يعني انت تاخذ مربح في حي مثلا. حي الروضه كانت في حاله جايه من الامارات، الناس كلهم قاموا جارين في الشارع. ليه؟ لانه جات العربيه تحت الوبائيات عشان ترش وشالوا الحاله اخذوها وكذا. لكن اتليست عندك بك شنو في اويرنس. لكن اقول لك الدين ما بخاف، السودانيين ما بخافوا نهائي من الكورونا. امشي الان اعمل راوند في سوق ام درمان ولا في محطه بتاعت اوتوبيسات الباص ستيشن، ولا حتى الغاز ستيشن، الموتوسايكل المتجمعين اللي سبيكينج، يعني مش كده ده، يعني فيس تو فيس، ما في اي سبيس. الميجرز نيفر ايفر امبلمنت في الكوميونيتيز، انت بتديهم تيتشنج واي وهم زي نو، لكن ذي ار نوت امبلمنتد. تجي ديس اونست، ديس اونست اول هو ار بوزيتيف هي ويل نيفر ادميت هي از بوزيتيف. يعني انا الجاي حتى ثاني احكي لك قصه ممكن تضحكوا فيها. عندي صديقتي في الشرطه اتصلت علي 2 صباحا، قلت لي والله يا عمتي مريضه وعملنا الفحص في عليها طلع بوزيتيف وما لها مستشفى تستقبلها. بدايه الجائحه الثانيه كانت وين؟ شوف درجه المخالطه. يوم الاربعاء كانت في صاله في الفردوس كل الناس يعني خالطوها، يوم الخميس كانوا في صاله ثانيه، ويوم جمعة الناس الجايينهم من البلد ديل من الشمالية ومناطق تانية كلهم يوم الجمعة طلعوا بعربية كبيرة مشوا فواتح وزيارات أسرية. يوم السبت في وصف بوزيتيف والناس سافروا. قادر تتخيل المخالطة تحت العدد How you are going to make for them يعني intelligence. How we need the personnel. Personnel في المرحلة الأولى يكون هما الذكاء الصناعي بالنسبة لنا والاصطناعي. المرحلة الثانية نعمل في عندنا الجيل الجديد بيستخدم الموبايل، لكن عندك مشكلة الكهرباء، حس الكهرباء قاطعة، النت فور بلس 2 دايز MTN ما في. صدر لي أنا لقيت الموبايل ما في، قلت يمكن في مشكلة الحصل، ليش أمشي الاتصالات أسألهم الرقم بتاعي ده أنا بستخدمه المشكلة شنو؟ I was stuck. دي عوامل لازم تضح في الاحتمال. أنا حوصل رسالتكم لوزارة الصحة الاتحادية و plan what you want to do for the second. و please let me be one of your group researcher. و let us change this. We will succeed. ممتاز جدا والله يا دكتورة. طبعا الحالة اللي قلتيها بتاعت الزور في الصالة وبعدين الفواتح والبتاع ده إلا الفيروس براوي يقول أخواننا أنا والله وصلت الجماعة دي وكده، لأنه دي ما في أي طريقة ثانية بتاع التراكينج. أنا دكتور معاوية لو تسمح لي ممكن نعمل لنا جروب بتاع واتساب يعني مخصص بس للغرض بتاع الكوفيد 19 والارتفيشال انتليجنس، ونرسله للناس هنا الراغبين إنهم يكونوا جزء من الريسيرش
عشان يخشوا اسي طوالي. كويس يا دكتور معاويه؟ والله ممكن هاي دي عشان نكون افشل. انا شاركت انا شاركت بالملف بتاع المحاضره يعني في المحاضره شاركت به وبعدين شاركت معلوماتي ذاتها يعني التليفون بتاعي والايميل اذا اي واحد عنده رغبه انه كولابوريشن كان سند مي في الواتساب او في الايميل بتاعي ان شاء الله. انا هرسل لكم الفيديو ظاهره في الفيديو بتاع الكوفيد 19 للتشاينيز لما جه السودان المره الاولى. ممكن ترسل الفيديو في اي ظهر في سي ان ان وفي السي جي تي ان. يا تمام انا ترسل الفيديو. انا عندي بس بعض الازر زي ما بقوله. انا اصلا كنت منتظر الدكتور عصام يتكلم ودكتور فخري عشان كان عندي بعض الحياة العالقة في ذهني. اول حاجه انا بس ده حابب اذكر انه اصلا احمد رسلت انا في الشات هنا اخواننا رابط بتاع جروب بتاع واتساب. الزور اللي حيضغط في اللينك ده حيجي داخل طوال الجروب حيكون فيه دكتور معاويه وفيه وانا وفيه اي زول تاني عنده انترست في الارتفيشال انتليجنس والكوفيد 19 ريسيرش بس يعني ما اي موضوع تاني يعني. طبعا هو الناس اللي في الميديكال والناس اللي في الكمبيوتر ساينس والاستاتيشنز وغيرهم يعني اي زول حباب اتفضل. اوكي بس انا حابب اسكت اربع نقاط دكتور انور. اول حاجه احنا في البحث المره فاتت اللي عملناه في الفتره الفاتت لقينا نظام وزاره الصحه الاتحاديه عندها نظام قوي جدا فيه ذكاء اصطناعي فيه جيو مابين في كل التفاصيل دي بس للاسف ما مستخدم. انا حرسل لهم رابط الاسم النظام الموقع الرسمي بتاع النظام في الشات نحسي سوري ثواني. يعني في نظام موجود احنا ممكن نستخدم اصلا في الوزاره موجود مسطب مجهز. رسلت الرابط بتاع النظام ممكن تخش الويب سايت بتاع النظام هي اورجانيزيشن دعمها اليونيسيف المنظمه الصحه العالميه كل الجهات العالميه دعم المنظمه دي وعامله نظام رهيب جدا في بغطي كل الحوجة اللي احنا ذكرناها تمام عشان ما نبدا من فروم سكراتش. ورد النظام ده موجود في وزاره الصحه في السيرفر بتاعهم الرئيسي يعني بيقدر يعمل لنا سيرفين يجمع لنا الداتا بطريقه رهيبه جدا ويعمل لنا لا اسم شنو ماب لا يعني في الماب يضع لنا بوتين في الماب ونقدر نتبعه ويعمل لنا تراكن وكل الاشياء دي تمام. دي الحاجه الاولى يعني احنا برضه نوصل يعني دكتور النهله وكل الناس في وزاره الصحه انه يفعلوا نظامه. الناس اللي عندهم نظام قوي جدا ويعني انا يعني في الفتره فاتت يعني كنا داخلين جوا النظام عينه له فنظام قوي جدا. والحاجه الثانيه البيانات الموجوده ده نزل الدكتور عصام الدين الفيلد بتاعته لو بعدين ممكن يرسل لي في الخاص او يقول لي هنا في المسج في الناس كلها احمد حتكون في جروب واحد يعني بعد ذاك التفاصيل أي ممكن ايوه سوري انا ارسلته لزول في الخاص ما قصد للدكتور الرابط رسلته لزول كان في دايركت مسج سوري هذا رسلته تمام وصل هاي ممتاز هاي انا احنا هسه كنا ماشيين ثلاث ساعات حاول نختصر اكثر ما يمكن تمام. بس سؤال واحد بس دكتور فخري عندي سؤال انه هو سؤال طبعا بس معلش بس بسيط جدا في نظام عملته هل في كان ذكاء اصطناعي لانه انا صراحه ما كنت شايف الذكاء الاصطناعي لو في اي حاجه بس بعدين ممكن يفيدنا في الجروب. برضو انا بس شايف انه البحوث دائما العلميه اللي احنا قاعدين نعملها دائما الناس صراحه ما بتكون في ارض الواقع ما عملت افكت في ارض الواقع او حاجه عكست حاجه ارض الواقع. نحاول نعمل بعد ان شاء الله مع دكتور نهله وكل الناس يعني اتحاد بين ارض الواقع والبحوث العلميه. وشكرا لكم. شكرا. طيب دكتور عصام عبد الباقي وبعدين فضل المولى ونختم على كده تمام عشان طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني والله الليله سعدتونا سعاده شديده جدا دكتور نهله و أخونا دكتور اللي اتكلم آخر واحد ودكتور معاوية الولع النيران دي كلها يعني جزاكم الله خير شكرا. الشيء المهم جدا جدا المفروض تعمل الدولة شنو في الكوفيد وكذا وباستعمال الارتفيشال انتليجنس والاستاتيستيكس في حاجة مسميها public health surveillance اللي هو الترصد
الترصد للأمراض في البلد. والترصد فيه أنواع، أهم نوعين فيها النوع المستمر الأونغوين. أي دولة في العالم بتقوم كل أسبوع تأخذ لها 1000 عينة من الناس اللي جو بيشتكوا بأعراض في الجهاز التنفسي، خلاص كل أسبوع تأخذ 1000 عينة، تدخل العينات دي المعمل، تقول والله لقينا إنفلونزا تايب 1 تايب 2 A B C المرض الفلاني الفيروس الفلاني الفيروس الفلاني، ده 3% وده 5% وده كده. بيقوموا في أسبوع ما بيقول والله الفيروس الفلاني ده جديد، جانا فيروس جديد الليلة ده ما عندنا من زمان، ويقوموا يشتغلوا عليه ويقول والله ظهر لدينا مرض جديد هو الفيروس الفلاني، وتبتدي الاتصالات مع هيئة الصحة العالمية والجهات المعاملة الكبرى في العالم، والناس يكتشفوا المرض الجديد للطريقة اللي اكتشفوا بها كل الفيروسات في 50-60 سنة فاتت. تمام يا أخواننا؟ هاي. طيب بعد ما ده يحصل بتقوم انت كدولة تعمل تسموه disease specific surveillance، المرض الجدى أعراضه شنو، اللي هو ده الشغل اللي عملوه البيبر الأولى بتاع جماعتنا أخوانا، أنا شوية ما بذكر أسماء يعني بركز على الطبيب، الأعراض شنو في كل منطقة وفي كل سيزون، لأنه أنت في شمال الكرة الأرضية غير جنوب الكرة الأرضية، وفي المناطق البحرية غير المناطق الصحراوية، فبتبتدي تشوف الأعراض والأشياء بتكتشفها بالمعمل وبالأشعة والمعالجات التي نجحت والمعالجات التي لم تنجح والمخارج الوفيات كم والنسب المئوية كم والأعراض كم والفولس بوزيتيف، وبعد كده بتطلع الإبيديميولوجي داتا بتاعتك اللي هي انتشار المرض ومحددات واختطارات وعامل الاختطار وتعمل الأشياء دي كلها، وبعد كده تجي تقول والله على المستوى الفردي هنعمل كده، على مستوى المؤسسات هنتخذ القرار الفلاني، على مستوى المجتمع هنعمل الشيء الفلاني. دي ببساطة شديدة جدا السيرفيلانس مما يبتدي لغاية ما ينتهي. أهم دور هو دور الدولة لأنها تنظم شغل الآخرين كلهم، وكل ما كانت الدولة ضعيفة ومهلهلة شغل الآخرين بروح، هسي في شغل كثير راح في الطريق ساكت، ناس تعبوا واشتغلوا وعملوا شغل جميل لكن راح ليه؟ لأنه الدولة فوق مهلهلة. النظام اللي تكلمت عليه وتكلمنا عليه وأخونا حسن وتكلمت عنه، هل هو النظام ده أنشي قبل 8 أو 9 سنين، نظام متابعة الوضع الصحي في السودان والاستجابة للطوارئ. النظام ده موجود في مبنى في النص بين الوزارتين، الوزارة الولائية والوزارة الاتحادية، وده كان ناس وزارة الصحة في الفترة الفاتت في الفترة بتاعة 13 ما كانوا مبسوطين منه، لأنه كان بيشيل الوظائف بتاعتهم يدخلها في الكمبيوتر، فكانوا يعني مستشعرين أن المركز الجديد ده خطر عليهم. المركز ده فيه كمبيوترات وحديث ومجهز تجهيز ممتاز جدا، وكانت شغالة فيه الوزيرة بتاعت الدولة اسمها أوكوت، هي زولة بتاعت Public Health وقالت في أمريكا وجات عملته كده، وكان زعلاني منها الناس. هي المهم عملته، أنا spent 5 hours في المركز ده معاها ومع ناس هناك، وكانوا بيحاولوا يوجدوا هيكل فيرشوال للنظام الصحي في السودان، إنه أي شفقانة موجودة في السودان يكونوا عارفين how to communicate with it ويجيبوا منها الإحصاءات بتاعتها. أي مركز صحي موجود في السودان لازم يكونوا عارفين الحاصل فيه وشنو، أي مستشفى تجيب منه الإحصاءات وكده. وبدوا يعملوا شغل جميل، شغل جميل، الفكرة بتاعته كانت جميلة، وأعتقد إنها كانت ممكن تؤدي لحاجة مفيدة جدا جدا في الداتا كوليكشن عن أي حالة موجودة في السودان. أخواننا اللي عملوا البيبرز وكده من خلال متابعتنا نحن في طب الأسرة وفي الرعاية الصحية الأولية، نعم الإحصاءات في الفترة الأولى زي ما قالوا وجابت البيبر، I agree with them. من حساب متابعتي اليومية، أنا يوميا بتابع تقريبا تقارير بتاعت 100 طبيب بيتكلموا عن كل واحد على دول بيتكلم عن 10 إلى 20 مريض ومخالط يوميا. الفترة اللي فاتت دي فترة طويلة جدا، كذا شهر يعني من 17 مايو لغاية أكتوبر تقريبا. فالإحصاءات الموجودة اللي بتطلع من الجهات الرسمية في السودان ما مضبوطة. الإحصاءات المضبوطة هي إحصاءات المستشفيات اللي تكلمت عنها دكتورة نحلة، جزاك الله خير دكتورة نحلة في الشغل اللي عملتوه وانتي والتيم اللي معاك، وربنا يقويكم ويخدر ضراعكم ويحفظكم لنا ما تجيكم مصيبة يعني.
وهنا بقول ليتنا نصل إلى think tank لل healthcare system to collect all this data to utilize it. وإن شاء الله أنا هأتطرق للموضوع ده في واحدة من محاضراتي في الأيام الجاية إن شاء الله يعني. وأختم بهنا وما عايز أطول. السلام عليكم، جزاكم الله خير. أنا رديت عليكم بخصوص المحاضرة إن شاء الله، وإن شاء الله نرتب لها في المجموعة. طيب كان في زول رافع يده بكل أسف، شايفه أسي ما فضل المولى. فضل المولى لو موجود يا ريت تفتح المايك تكلم. فضل المولى. طيب دكتور معاوية نحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا. الله يبارك فيك فضل المولى. أولا شكري الجزيل لأخي وصديقي وزميلي دكتور معاوية الفكيح يضو. والحقيقة يوم نحن سعداء جدا يعني باللقاء وبال يعني استماع لكم جميعا. ألو. طيب. ألو. الحقيقة. تفضل يا دكتور. تفضل. تفضل. الأول بعد ما أشكرت الأخ معاوية أشكر الأخ دكتور أنور دفع الله على الإدارة اللقاء. وحقيقة أنا بتقدم باقتراح موضوع يناقش لنشر ثقافة البحث العلمي. يعني هم محتاجين للقاءات بشكل دي دوري حتى لو كل شهر مرة. وتنقصنا التغطية الإعلامية. يعني الآن هذا الموضوع ممكن يغطى إعلاميا يصنف الناس الموجودين. يعني من أول لقاء جماعة أنت موجودين خارج السودان ولا داخل السودان. نقدر نشوف الاتجاه العام واهتمامات الناس. بأن والله إن عندنا ضعف في الاهتمام بثقافة النشر والبحث داخل السودان، فكيف نحن نطوره؟ والجزئية اللي لم تغطى إعلاميا الإعلام له أثره. فنأمل أنها تغطى حتى ولو في أي منصات إعلامية تغطى. حقيقة الأبحاث العلمية في السودان أو في أي بلد إما أن تجرى للترقيات العلمية، وهذه عادة تقوم بها الجامعات، وبيكون تأثيره في تغيير المجتمع قليل جدا أو ضعيف. وإما أن هو منهج تتبناه الدولة وتنفق عليه وتأخذ يعني المخرجات البحث العلمي ليكون أداة في البحث. نحن للأسف حتى لحظة لم نصل هذه المرحلة، إن الدولة هي التي تقود المجتمع، تقود الجامعات للبحث العلمي حتى تكون أداة للتغيير. حقيقة نحن 90 بالنسبة الآن شغال في بحث حول الناشونال إنديكيتر إنفورميشن سيستم بالتعاون مع WHO والمركز الإحصائي. لكن دائما الغربة والاقتراب دائما بيقطع بعض المشاريع. فأنا أذكر في ذلك العام قدرته، لكن كان الفكرة في المشروع أن توفير بيانات مؤشرات تفيد في متخذ القرار في أن يتخذ قرار بناء على البيانات الموجودة العلمية. فما زالت الفرصة متاحة، وإنه يكون عندنا National Indicator Information System على مستوى البلد، كل الوزارات تتشارك بيانات في منصة بتاع بيانات واحدة وهي مؤثرة. الحل في البيانات عشان ما أطول هو السجل الطبي الموحد. السجل الطبي الموحد للمواطن السوداني مربوط بالرقم الوطني. فالسجل الطبي ده لو نحن أزمنا كل المستشفيات العامة والخاصة، أي مريض يدخل المستشفى أكتب سجله هذه البيانات في السجل. لو التزمت 25% من المستشفيات 10% من المستشفيات، هذه البيانات توفر يعني أرضية للبحث العلمي. وأرجع لخلاصة حديثي، السوار الإلكتروني اللي هو حاليا كثير من الدول بتستخدمه في التراكينج تاع الناس اللي هم اللي بيدخلوا البلد وفي الفتره بتاعت الكورنتاين. فهذا السوار لو الدوله تبنته بيحل لنا مشكله انه والله
رقم التلفون ما موجود ولا التلفون مقفول، هذا السؤال إذا أنت جيت جنبه بوجهك تلفونك بأنه والله جنبك شخص في فترة الحجز أو في فترة كذا. شاكرين لكم وشاكرين لمجهوداتكم، ونأمل نلتقيكم في مرة ثانية. شكرا جزيلا دكتور المولى. دكتور معاوية تفضل، ممكن تعمل closing thoughts. ما شاء الله والله، يعني أنا احتمال كان في الأول لحالي كده عملت الريفيو بالنسبة لشغل الذكاء الصناعي في الدياجنوستيك وفي الديتكشن، لكن بعد ذلك لما اخترعت اللغة ما كنت قايل إنه اللغة ممكن يجيب كثيرين من الناس. حتى يعني الريفيو اللي عملته بالنسبة للسودان ما كان ظهر لي في بحوث موجودة في السودان، لكن الآن ظهرت في بحوث في محاولات كثيرة في السودان. اتمنى انه اللي غادي يكون هو برين ستورمين ليكم في المجال ده. زي ما قلت قبل انه انا وجهتك العميل ثلاثه اصناف، ناس متخصصه في الذكاء الصناعي او متخصصه في علوم الحاسب، ناس متخصصه في الطب، وناس عامه يعني متخصصين في تخصصات اخرى او هم بعيدين من هذا المجال المجالات، لكن ممكن ايضا يساهموا ولهم دور في الوعي ولهم دور في نشر البحث العلمي زي ما قال دكتور زميلنا دكتور فضل المولى. فنتمنى انه بهذا اللقاء يكون في مخرجات من ضمن الواتساب جروب، من ضمن ايضا يكون في بعض الريسيرش جروب تشتغل على الـ على الـ على بعض الجوانب اللي ذكرتها في نهايه المحاضره بخصوص استخدام الذكاء الصناعي في مكافحه الكوفيد 19 في السودان. واتمنى التواصل في هذا المجال حتى من زملائنا التانين في مجالات الذكاء الصناعي زي الدكتور فخر الدين او زي ناس الاستاذ احمد ايضا، في انهم يقدموا بعض مقترحاتهم او بعض بحوثهم ايضا في هذه كمحاضرات زي دي. وشكرا لدكتور انور لتحصيل الفرصه لنا لعكس هذا الجانب في منصه الباحثين السودانيين. شكرا لكم. الله يديك العافيه دكتور معاويه، اشكرك جزيلا واشكر كل الناس الحضور الاثر النقاش. وصراحه نحن بعض مرات كثير بنكون ظالمين نفسنا في انه ما بنعكس الجهود بتاع زملائنا وزميلاتنا في السودان اللي بيعملوا في شغل كبير جدا ومهم جدا، لكن ما بيصل للناس. فاعتقد ان الجروب ده ممكن يكون نواه، لانه اي ريسيرش اتعمل ان احنا وي كان امبليفاي المسج بتاعت الناس في مجموعه الباحثين السودانيين ان شاء الله، والناس يدعوا مع بعض. يعني الريسيرش من غير كولابوريشن ما بيمشي لقدام. نتعاون ان شاء الله الجروب ده يكون الاوت كومز بتاعته يا هالحاجات المتوقعه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نلتقي في لقاء ثاني من لقاءات مجموعه الباحثين السودانيين. الناس اللي دخل الجروب بتاع الواتساب دقائق انتظروا دقيقه ما تطلعوا، عندي لكم رساله بعد نوقف البث المباشر في الفيسبوك. دكتور معاوية ممكن توقف اللوكال ريكوردينج.